أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العشا كالروض الأنيق. أنتما في رحلة العمر معا، هدفنا سعادة الأسرة لأنها جزء من سعادة المجتمع. ولكن عدونا عندما أدرك قوة الأسرة في المجتمع المسلم وجه لها السهام ووجه لها الطعنات عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الإفساد التي انتشرت في مجتمعنا من آلات اللهو، من المجلات والصحف والدشوش والأنترنت. والنتيجة نعاني الآن من مشكلات في داخل الأسرة، سواء المشكلات الزوجية أو المشكلات التربوية، إما عائلية أو أبناء أو زوجة. مشكلة بعض الأخوات تشكو فيها حال زوجها والجفاف الموجود من الزوج، وبعض الأزواج أيضا يشكون الجفاف وعدم التحبب من الزوجة. مشكلة. بعض الرجال يحفظ حقوقه ولا يحفظ حق المرأة، وبعض النساء تحفظ حقوقها ولا تحفظ حق الرجل. مشكلة. بعض الأزواج هداهم الله استخدموا القوامة من جانب واحد. مشكلة. كثير من الأبناء وجدتهم يكرهون آباءهم. مشكلة. وهناك آباء يكرهون أبناءهم. مشكلة. بعض الأبناء يبر بأبيه أو يخدمه لكن كأنه يتصدق عليه، كأنه يمن عليه. مشكلة. الآباء يقول أطرت ابني من البيت. مشكلات هذا أمر لا بد منه. أنا لا أقول أنه لا تقع المشكلات، لكن كيف نخفف من وقوعها، ثم كيف نعالج هذه المشكلات، ثم كيف نتلافى آثار تلك المشكلات. صدى التقوى بالرياض تقدم بيوت مطمئنة، رسالة للأزواج والزوجات، رسالة للآباء والأمهات، رسالة إلى الأبناء والبنات، للزوجين. يجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة ما هي الحقوق. إن للزوج حقوقا مثل ما لك في ذمته أيضا حقوق. أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العش كالروض الأنيق. في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة وفي حقوق مشتركة للزوجين. آمل وأرجو وأتمنى من أجل استقرار أسركم ومن أجل دوام سعادتكم أن تتغير. كثير من عنده تقصير في هذا أن يبادر، من الرجل أو المرأة. للزوجين. أدركنا من قبلنا كان حبهم يزداد كلما تقدموا في السن، الرجل والمرأة ازداد حبهم وتقدير بعضهم لبعض. هذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء، كرة سحاب دونها جددت في خدرها ثوب الضياء. للوالدين. نبدأ خطوة خطوة، أول ما نبدأ بتربية الأولاد والبنات من الصغر على تقوى الله جل وعلا. للوالدين. اختار له الأصدقاء أنت أفضل من أن يختارهم هم أو هم يختارونه. للوالدين. خلي يخرج رجل من صغره، قدمه في المجالس، أشعره بالمسؤولية. للوالدين. أصبح مع كل أسف الآن عناية السائق والخدم في البيت أكثر من عناية الأم والأب. للوالدين. الحذر ثم الحذر من التجسس على الأولاد بنين أو بنات، لكن الرقابة مطلوبة. للوالدين. قم ادعو الله جل وعلا، استغفر تب فستجد أثر ذلك في أولادك. للأبناء. بركم بآبائكم سينبركم أبنائكم بإذن الله، وهذا مشاهد. للأبناء. تعظيم حق الأبوين، تبجيل الأبوين، احترام الأبوين. هكذا يغرس أرباب الحجا في حياة النشأ غرس الأوفياء دوحة الإسلام. يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذه السلسلة بيوت مطمئنة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر. وسيكون الجانب الرئيس في هذه السلسلة هي فيما يتعلق بقضية الأسرة وتربية الأولاد بصفة خاصة، فسأقسم الموضوع ثلاث حلقات. الحلقة الأولى للزوجين بعنوان لتسكنوا إليها، الحلقة الثانية للوالدين بعنوان وأصلح لي في ذريتي، الحلقة الثالثة للأبناء بعنوان وبالوالدين إحسانا. والآن مع الحلقة الأولى بعنوان لتسكنوا إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا اليوم أيها الأخوة، سأبدأ حلقات متسلسلة بإذن الله في هذه الليلة حتى نكمل الموضوع، لقضية كثر السؤال أيضا عنها ولأهميتها، وهي تتعلق في شؤون الأسرة. وسعادة الأسرة أيها الأخوة جزء من سعادة المجتمع، وعدونا عندما أدرك قوة الأسرة في المجتمع المسلم وجه لها السهام ووجه لها الطعنات عبر وسائل الإعلام بالدرجة الأولى وعبر وسائل الإفساد التي انتشرت في مجتمعنا من آلات اللهو، من المجلات والصحف والدشوش والأنترنت. بل العجيب أن هذا المطعم الذي ترونه، مثل هذه المطاعم الغربية التي انتشرت في بلادنا، بعضهم
يتصور أنها مجرد مطاعم وجبات غذائية. لو ألقيت لا أقول كلمة محاضرة عن مضار هذه المطاعم لما كفاها. أنا لا يفهم مني أنني أحرم الشراء منها، لا، لكن فيها من المضار الاجتماعية ما لا يحصى، مضار اجتماعية ومضار صحية ومضار اقتصادية بل ومضار شرعية. فإذا هي وفدت علينا مما وفد علينا من وسائل إفساد الأسرة، لأن العدو أدرك أن بقاء الأسرة متماسكة وقوية ومترابطة بين الزوج وزوجته والأب وابنه وجميع أفراد الأسرة من أقوى ما يواجه به العدو، فوجه السهام مباشرة لهذا الأسرة. نعاني الآن من مشكلات في داخل الأسرة، سواء المشكلات الزوجية وقد كثرت الآن، بل أقول تعددت وتعدت آثارها، أو المشكلات التربوية. الآباء الآن كثير منهم يشكو من مشكلات في داخل بيته من خلال أبنائه، والقليل القليل وأسأل الله يجعلنا لكم من هذا القليل هم من سلموا من هذا الأمر، وإلا أكاد أجزم أنه لا يخلو بيت من مشكلة إما عائلية أو أبناء أو زوجة، سواء كانت يسيرة أو صغيرة أو كبيرة. وجزء من هذه المشكلات طبيعي، لأنه لو خلى بيت من مشكلات لخلى بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخلو من بعض المشكلات التي ذكرت في الكتاب والسنة. نزلت السورة يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك، هي تناقش مشكلة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وتعلمون الآيات التي وردت، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مقابل الزوجات. الأمر عظيم جدا، وأحاديث كثيرة وردت في مشكلات وردت في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلها تصل إلى حل. أنا لا أتحدث هنا أقول أنه لا تقع المشكلات، قد لا نستطيع ذلك، لكن كيف نخفف من وقوعها، ثم كيف نعالج هذه المشكلات، ثم كيف نتلافى آثار تلك المشكلات. وسيكون الجانب الرئيس، الموضوع الرئيس في هذا الحديث أو في هذه السلسلة، هي فيما يتعلق أقول بقضية الأسرة وتربية الأولاد بصفة خاصة. ونظرا لطول الموضوع ولأنني وعدتكم بالذات في هذه العشر على ألا أطيل عليكم، فسأقسم الموضوع عدة حلقات حسب ما يتيسر بإذن الله، حلقتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، من أجل أن نستفيد ونأخذ كل يوم جزء منها. يعني أول قضية أبدأ بها فيما يتعلق بقضية الأسرة والمشكلات الأبناء، أن نعلم أن الحل لا يمكن أن يكون إلا إذا كان وفق الهدي النبوي، وفق الكتاب والسنة. أولاً الالتزام بالكتاب والسنة في داخل البيت، في داخل الأسرة، كما في سورة النور حتى مجرد الاستئذان، تصوروا الآية الآن التي قرأها الإمام، قصة دخول الأطفال جعل لهم آداب، ومتى يدخلون ومتى لا يدخلون، قبل الفجر وحين الظهر وبعد العشاء، الأوقات المحرمة للدخول، إلى هذه الدقة المتناهية. إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل قضية نجد حلها إما جملة أو تفصيلا في الكتاب والسنة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمنا كل شيء حتى القراءة، وعلمنا آداب استقبال القبلة وكيف يقضون البول والغائط. هذا الإسلام كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل شامل. فأول مدخل لنا في هذا الموضوع هو أن يكون البيت وأن تكون الأسرة تربى وفق المنهج النبوي. أي تقصير في الالتزام بالمنهج النبوي أو أي دخول بمؤثر أو عامل آخر من مؤثرات التربية غير المنهج النبوي هو الذي يحدث المشكلات. ولذلك ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كله من عند أنفسكم، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لا تتصوروا أن فقط الذنوب الكبيرة أو البلاء العظيم، حتى البلاء في داخل البيت. حتى بعض السلف كان يقول والله إنني أعلم أن إذا عصيت ربي أثر ذلك في خلق دابتي. تصوروا إذا عصى الله جل وعلا في الليل رأى أثر هذه المعصية في خلق دابته في الصباح، بدل ما تكون الدابة مستسلمة له فإذا هي قد تغيرت عليه وهي دابة عجماء. من الذي سخرها أو سلطها؟ هو الله،
قد تكون عقوبة لهذه المعصية. فكيف إذا كانت المعاصي في داخل البيت بين الزوج والزوجة؟ ما نشأت مشكلة بين الزوج والزوجة إلا بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فحقوق الزوج واضحة، وحقوق الزوجة واضحة، وحقوق الزوجين واضحة، كذلك الأبناء. ولذلك أعجبني أحد الأخوة، وإن شاء الله سأركز على هذه النقطة لكن أذكرها الآن من باب كمدخل، حديثي اليوم ليس إلا مدخل. يقول إذا وجدت مشكلة في البيت أول ما أبدأ ماذا؟ يتكلم على الزوجة؟ لا. يخطئ الأبناء؟ لا. أول ما أبدأ بتخطئة نفسي فيما بيني وبين الله ثم أذهب وأبدأ أستغفر. يقول أحيانا أذهب لغرفة في البيت أبدأ أستغفر، وأحيانا أذهب إلى المسجد وأبدأ أستغفر، ويقول والله مرارا تنحل المشكلة دون أن أتدخل فيها. وقبل أيام عندي أحد الإخوان من طلاب العلم يقول حدث مشكلة بيني وبين زوجتي فغضبت وخرجت إلى المسجد. يقول لما جلست في المسجد دقائق ما استقر بي المقام، فرجعت إلى البيت وأنا تغير صدري وانشرح صدري. يقول فإذا زوجتي تستقبلني وتبتسم تقول لي تدري ما الذي جاء بك؟ قلت لا. قالت الاستغفار، منذ خرجت وأنا أستغفر الله لأنني أخطأت في حقك، فأنا كنت على يقين أن الاستغفار سيردك. يقول ما استقريت في المسجد وأنا كنت غضبان وشديد الغضب وخرجت من البيت إلا شعرت وأنا مستقر في المسجد أني غير مرتاح إلا لابد أرجع للبيت بدون سبب، شعور داخلي. فرجعت فإذا زوجته تستقبله وإذا هي التي تستغفر وتتوب إلى الله، فإذا الله سبحانه وتعالى يرده عليها. لو أننا التزمنا بهذا المنهج أن نبدأ بأنفسنا، من السهل جدا يا أخي الكريم أن تخطئ ابنك، أن تخطئ زوجتك، أن تخطئ العالم كله، ولكنك تبعد ذلك عن نفسك. ولذلك ردها الله جل وعلا وهم الصحابة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثله قلتم أنى هذا، كيف أصابنا هذا ونحن مع رسول الله ونحن صحابة الرسول ونحن نجاهد في سبيل الله ونحن نقاتل العدو؟ قل هو من عند أنفسكم. هنا العلة، لو فقهنا هذا الأمر لتغيرت والله أحوالنا ولاستقرت بيوتنا. ولذلك هذه مداخل أيها الأخوة مهمة. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كما في سورة شورى، يعفو الله عن كثير، وإلا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالقضية أيها الأحبة بهذا نستطيع فعلا أن نعالج المشكلات البيتية، بهذا نستطيع أن نعالج المشكلات الأسرية، بهذا نستطيع أن نساهم في حل مشكلات أبنائنا وبناتنا، بهذا نستطيع أن نساهم في حل مشكلات مع جيراننا. لأن الإسلام ما ترك شيء، حتى الجار أعطاه حقوق وبين حقوقه وبين ما لا يجوز له. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو لا يورثنه، كما في الحديث. ما ترك شيء، حتى حقوق الدواب والحيوانات بينها الإسلام. ولذلك في هذه السورة التي قرأها الإمام، سورة النور، وهي فعلا والله نور، نور وبيان وطريق وهدى، فيها بيان نور الله جل وعلا، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وكل ما فيها كل آية فيها نور. وأبرز ما في هذه السورة القضايا الاجتماعية، القضايا الأسرية، قضايا البيت، قضايا الزوج، قضايا الزوجة، حدود الزينة، حدود الاستئذان، حدود النظر، شؤون الأطفال، كلها في هذه السورة. دليل على أن القرآن منهج متكامل يربي الأمة تربية شاملة متكاملة. بهذا بإذن الله، من هذا المنطلق أقول ستبدأ إن شاء الله هذه الكلمات في الليالي القادمة. وأقول المدخل الأول اليوم هذه الكلمة التي قلتها، وهي أن نتهم أنفسنا وأن نبدأ من أنفسنا في تقصيرنا، وأنه لن يصيبنا شيء في أي قضية في بيوتنا نبدأ من هذه الليلة إلا بسبب ذنب ارتكبه الزوج أو ارتكبته الزوجة أو ارتكبه الأب أو ارتكبه الابن أو ارتكبه الجميع. وقد يكون سبب معصية في داخل البيت هي التي سببت هذه القلاقة، قد تكون لقمة حرام سببت هذا الأمر. زرت مدينة من المدن فذكر لي الأخوة أن في لديهم رجل كبير في السن وله 13 ابن كلهم من الصالحين، وحياة يعيشون حياة مستقرة عجيبة جدا. فتساءلت قلت يا أخوان ما في شك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لابد في سبب. قالوا والله نحن لفت نظرنا هذا الأمر، وبدأنا نبحث عن السبب ووجدنا أن هذا الرجل عامل معه قلابي سيارة ينقل للناس الرمل والتراب، وبيت بسيط متواضع، فكان حريص على اللقمة الحلال، حتى أنه يقول إذا امتلأ السيارة امتلأت من الرمل أو التراب جاء وضربها بيده حتى يتأكد أنها امتلأت تماما، كما كنا نرى سابقا آباءنا وهم إذا أرادوا في زكاة الفطر في الصواع يملؤون حتى يضعون أصبعهم حتى يأخذ ولو حبة واحدة أنه امتلأ. فكان يطمئن إلى أنه امتلأ، ثم يأتي بغطاء ويضعه عليه خوفا من أنه مسيرته ينزل من سبب الهواء شيء، ثم
يبيعه. فنشأ أولاده وتخرج بعضهم دكاترة، بعضهم أساتذة الجامعة، بعضهم مسؤولين في دوائر حكومية، وبقي في بيته وبقي يعمل بعمله إلى الآن، إلى العام الماضي. فقالوا له أبناؤه: يا أبنا، نحن أغنانا الله وأكرمنا الله جل وعلا، لو تترك هذا العمل وتنتقل من هذا البيت إلى بيت واسع. قال: يا أبنائي، ربيتكم على ذلك، فما دمت أستطيع لن أغير مهنتي ولا بيتي، لأن هذا طعام حلال وهو الذي بسببه بإذن الله تربيتم. انظروا، وهو رجل بسيط عامي لكنه فقه تأثير اللقمة الحلال والحرام في تربية الأولاد. فقد تكون لقمة حرام تسبب فساد للبيت ومشكلة في البيت وعقوبة في الآخرة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كان لا يأكل طعاما حتى يسأل عنه. يوم من الأيام نسي أن يسأل، فقال له خادمه: يا أبا بكر، كنت تسألني دائما عن أي طعام آتي به، لم تسألني اليوم. قال له: من أين جئت به؟ قال: كنت كاهنا في الجاهلية، فلم يعطني أصحابي أجرة، أعطوني اليوم الأجرة أو جاءتني الأجرة فاشتريت بها من الطعام، وكان أكل لقمة، لقمة واحدة أبو بكر. فبدأ يخرجها وحاول وحاول حتى خرجت. قيل: ما يمكن تخرج إلا أن تشرب الماء، فشرب الماء ثم أخرجها. قيل له: يا أبا بكر، لقمة واحدة وقد أكلته أنت لا تعلم من أين، فهي حلال. قال: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع روحي لأخرجتها. ولذلك أبو بكر عاش بسعادة في الدنيا والآخرة، عاش بسعادة في الدنيا ويعيش سعادة في الآخرة، لأنه مشهود له بالجنة، ولأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر ممن يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، مع أنه من دخل من باب ما شاء الله أبو بكر يختار أي باب يدخل. فلقمة واحدة يقسم أنها لو لم تخرج روحه أو تخرج هذه اللقمة إلا مع روح لأخرجها، مع أنها ما في إشكال إذن من ناحية الإثم، وقد أكلها ولم يعلم لا ذنب عليه، لكن لا، هذا هو الزهد، هذا هو الورع. فبعض الناس واقع في الحرام، واقع في المحرمات، هذه من أسباب المشكلات. إذن أقول: نبدأ من أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحاسب علاقتنا بالله جل وعلا. ثم موضوع الأسرة وتربية الأولاد، اليوم موضوعنا يتعلق بأخطر موضوع في هذه القضية، وهو علاقة الزوج بزوجته. وقد جاءتني رسائل واتصالات من شكوى من الرجال والنساء فيما يتعلق بهذه القضية. أول ما ندخله إليه وندخل معه هو قضية اختيار الزوجين. لاحظت أن أكثر المؤلفين وأكثر الكتاب وأكثر المحاضرين والخطباء يركزون ويقولون العناية باختيار الزوجة. طيب، قد تقولون لي: ما في هذا، ما هو الملحظ على هذا الكلام؟ أقول: صحيح العناية باختيار الزوجة، لكن قليل نسمع من يقول العناية باختيار الزوج. اختيار الزوج لا يقل أهمية عن اختيار الزوجة، بل قد تكون المشكلات جاءت من سوء اختيار الزوج، وبخاصة في هذا العصر الذي تعلمون ما فيه من فتن ومشكلات ومعاصي وذنوب وآثام. إذن أقول للآباء والأمهات: أول موضوع يتعلق باستقرار الأسرة وتربية الأولاد بعدما ذكرت بالأمس هو ما يتعلق بحسن اختيار الزوجين. فالأب يحرص على اختيار الزوج المناسب لزوجته، وكذلك يحرص الزوج أو الشاب أو الأب على اختيار الزوجة المناسبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وخاصة هذه الأيام وجدنا أن التركيز يتعلق بمال الرجل أو المرأة، وخاصة عندما دخلت المرأة موضوع المال والوظيفة والتدريس أو النسب أو الحسب أو المال أو الجمال، ويتساهل الناس في موضوع الدين. وقد رأيت بعض الشباب يركز على هذا الجانب عندما تقول له إن في دينها ضعف، يقول: إن شاء الله تصلح بعد ما أتزوجها. لكن قد يقول بعض منا فقيرة، ما يقول: لا، إن شاء الله تغتني بعد أن أتزوجها، أو يغتني الزوج بعد أن أتزوج. تجد بعض الآباء يركز على الزوج الذي عنده وظيفة ومكانة وجاه، لكن لو جاءه ولو في دينه نقص، وهذا خلل. لقيت قبل أيام، قبل 3 أيام أو 4 أيام، أب من الآباء ويشكو من سوء معاملة زوج ابنته لبنته، ويقول لي: والله لو استطعت أن أدفع جميع مالي لأسعد ابنتي لفعلت. فدخلت معه في الحديث، فإذا هو فعلا قد زوجه قبل عدة سنوات وهو يعلم أن عليه ملاحظات شرعية. قلت له: ما دمت تعرف أن عليه ملاحظات شرعية، لماذا تقبل به؟ قال: البنت رغبت فيه، فيه قرابة ورغبت فيه. قلت: البنت لا تأخذ أمرها في هذا الأمر، من حق البنت أن تعترض، تقول: لا أريد فلان، لكن ليس من حقها وأنت تعرف أن الزوج عليه ملاحظات وتقول البنت رغبت، لماذا جعلت القوامة لك؟ خذوا مثال بسيط، لا
لو كنتم تسيرون في طريق وعر وصعب وشاق وفيه سائق ماهر ومعه ابنه وليست بنته وفي بداية القيادة، ثم أخذ القيادة الابن وقال إلا أعطني القيادة، قال له والده الطريق صعب وشاق وأصر على أبي فأعطاه الأب القيادة، من المخطئ؟ هل يعذر الأب يقول ماذا أفعل، أحرجني فأعطيته قيادة السيارة؟ يا أخي أنت القائد، أنت المسؤول، الأب لا تعطيه هذه القيادة وهو لا يملكها، إذن كيف تطيع البنت والبنت غير مؤهلة لهذا الأمر؟ لماذا جعلت القوامة في يدك؟ لماذا جعل إذن الولي وجعل الولي شرط من الشروط؟ فمن نكحت بدون ولي فنكحها باطل باطل كما ورد في الحديث، بينما لو لم يؤخذ رأي البنت فقد يصح الزواج وقد لا يصح على اختلاف وتفصيل في المسألة، ويكفي سكوت البنت إذا كانت بكر. أما أن يقدم الأب على تزويج ابنته وهو يعلم أن هناك ملاحظات شرعية على الزوج لمجرد أن البنت أو أن أمها رغبت به لقرابة أو لسبب من ذلك، ثم يأتي بعد سنوات وبعد أولاد ويتمنى أن يدفع يخرج من جميع ماله من أجل إسعاد ابنته، أنت الذي فرطت، أنت الذي قصرت. فالتساهل باختيار الزوج أو الزوجة ألاحظ أنه كثير، يكفي أن يقول واحد أنني عندي منصب أو مرتبة، والدين نسأل الله السلامة والعافية، وهو الدين هو الأساس في هذه المسألة كما قلت لكم بالأمس أن أساس الموضوع هو الدين. أنتقل من هذه لوضوحها، ولكني ركزت على حسن اختيار الزوج كما هو حسن اختيار الزوجة، والتركيز على جانب الدين وعدم إعطاء بقية الأمور الحجم أكبر من حجمها، حتى لو كان فقير يغنيه الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج فاطمة، ومن هي فاطمة رضي الله عنها في مكانتها ومنزلتها عند أبيها، عندما زوجها وكذلك علي في مكانته وفضله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها صدق، قال ما عندي شيء، ما عندي شيء، علي بن أبي طالب يقول ما عندي شيء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أعطيك بنتي، قال له أين درعك الحطمية، ما عندنا درع بس، أعطها الدرع فقط، فأعطاها الدرع صدق لها وزوجها، وهما أسعد زوجين، ولذلك لم يتزوج علي حتى ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها. سعادة وأنجب من هؤلاء الأبناء والبنات الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، سيدي شباب أهل الجنة، هما سيدا شباب أهل الجنة كما تعلمون. إذن هكذا يكون التركيز في موضوع اختيار الزوج أو الزوجة. أما موضوع علاقة الزوج بالزوجة، هذا موضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل، ولكن المنهج الذي أخذته أنني لا أطيل عليكم أيها الأخوة، ولكن لأهمية الموضوع قد أضطر زيادة بضع دقائق فقط عن الحد المقرر حتى لا يكون على حساب الموضوع دون مشقة بإذن الله. هذه مسألة فيها عدة مسائل أختصرها بما يلي. أول قضية أيها الأخوة بيان حقوق الزوجين، يجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة ما هي الحقوق، في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة وفي حقوق مشتركة. سبحان الله، الملاحظ أن الأزواج أو أن كثيرا من الأزواج يحفظون حقوقهم ولكنهم ينسون حقوق الزوجة، وبعض الزوجات تعرف حقوقها ولكنها تنسى حقوق الزوج. وأذكر قصة طريفة جميلة حدثت في قرية من القرى يحدثني فيها من سمعها. كانت النساء في رمضان يصلين خلف الإمام، ما في ميكروفون، في الصفوف الأولى الرجال والصفوف الخلفية النساء مع الاحتشام، فكان الإمام يحدث. وأعرف هذا الإمام جزاه الله خيرا ورحمه الله، كان من العلماء الزهاد، فقال اليوم نتحدث عن حقوق الزوج والزوجة، فبدأ يتحدث عن حقوق الزوجة، أن الزوجة لها كذا ولها كذا. بدأوا يسمعون امرأة في الخلف تدعو للشيخ جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حتى الأزواج يبتسمون، ارتفع صوتها، كل ما ذكر الشيخ حق للزوجة رفع صوتها بالدعاء للشيخ. قال الآن ننتقل لبيان حقوق الزوج على زوجته، فيقولون ذكر الحق الأول فلا تسمعوا إلا همسا، ثم ذكر الحق الثاني فسمعوا إلى هذه المرأة وشوشة، فلما ذكر الحق الثالث قامت قالت هذه من عندك ما من عند الله ولا رسوله يا ابن فلانة، وخرجت من المسجد. نعم، فسبحان الله، هذا موجود عند الرجال والنساء، بعض الرجال يحفظ حقوقه ولا يحفظ حق المرأة، وبعض النساء تحفظ حقوقها ولا تحفظ حق الرجل. والذي أقوله لكم مع أهمية بيان حقوق الزوج الزوجة نصيحة من خلال التجربة والاطلاع على كثير من المشكلات. سألتني بعض الأخوات قبل 4 سنوات في الحج أو 3 سنوات في الحج، قالت ما هي حقوق الزوج والزوجة؟ قلت لها، وكان الأزواج موجودين، حملة كانت حملة خاصة بعائلة معينة، الأزواج موجودين وزوجاتهم موجودين، فسألتني إخت إحدى الأحوات تقول ما يبين لنا حقوق الزوج والزوجة. قلت لها ليس من مشكلة أن أبين حقوق الزوج والزوجة، هذه سهلة، لكن نصيحة لكم قلت وأقول لكم الآن وللأخوات، إذا لجأ الرجل والمرأة إلى حقي وحقك
فقد بدأت تفسد العلاقة ويفسد البيت. نعم، يجب أن يعرف الرجل حقوقه ما له وما عليه حتى لا يقصر، ويجب أن تعرف المرأة ما لها وما عليها حتى لا تقصر. أما كل ما دخل قالت لا هذا حقي وهذا حقك، وهو يقول هذا حقي، أنت قصرت، تقول لا أنت قصرت، هنا تبدأ. وشبهها بمثال، الله يحفظه، كجيران بدأوا كل يوم يذهبون إلى المحكمة لتقضي بينهم، فسدت العلاقة بين الجيران بهذه الحالة. إذا لجأ الزوجان إلى قضية حقي وحقك، فحقيقة سيبدأ الخلل والإشكال. فنصيحتي ألا نحتاج إلى ذلك. قد تقولون ما الحل؟ الواقع والمشاهد، وهو الذي أعرف أنه كان من سنوات يعيش به آباؤنا وأجدادنا عندما كانت أسرهم مستقرة. المرأة تتنازل عن حقوقها، ونصيحة، إذا تنازلت المرأة عن حقوقها أو بعض حقوقها سيتنازل الزوج عن حقوقه، وإذا تنازل الزوج عن بعض حقوقه، ما أقول عن كل حقوقه، تنازلت الزوج عن حقوقه، يجب أن يبادر كل من الزوجين بالتنازل عن حقه مراعاة لظرف الآخر، لأن الحياة فيها مشكلات، فيها ظروف، فلا بد من التنازل عن بعض الحقوق. المبادرة بهذا الأمر هي التي تجعل الحياة تستقر. وإذا كنا لم نستطع ذلك فالعدل العدل، لا يجني أحد على أحد. المسألة الثانية في هذا الموضوع، مفهوم القوامة فيه خطأ أيها الأخوة. الخطأ في ذلك أن بعض الأزواج هداهم الله، لا شك الرجال قوامون على النساء، لكن بعض الأزواج هداهم الله استخدموا القوامة من جانب واحد، وكأنه سلطان في هذا البيت وظالم. لا يا أخي الكريم، أنت ما أعطيت القوامة إلا من أجل أن تقيم العدل، لا من أجل أن تظلم المرأة. وأقول بحق، جاءتني شكوى حتى بعض النساء قد تكون موجودة الآن في المسجد، من خطأ بعض الآباء والأزواج في القوامة. القوامة يا أخوة ليست على الزوجة فقط، حتى على الابن وعلى البنت. وبعض الناس يتصور أن القوامة في الأكل والشرب والطعام والدراسة، لكن يفرط في قوامة الشرع، يتساهل في قضية المرأة أين ذهبت، ودخلت للسوق تدخل وحدها أو تذهب مع السائق، هذا ضعف في القوامة. لا، القوامة في أمور الدين والدنيا، كما أنك قيم في بيتك على أولادك وعلى بنتك وعلى زوجتك، أن تكون قيم بالعدل، تعطيهم ما لهم وتمنعهم مما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم. إذن قيام الرجل بحقوق القوامة يعطيه استمرار، لأن الله جعل له من القوة والقدرة والإمكان ما لا تستطيعه المرأة. فقال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم أثنى على النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فكل له حقه. هناك تقصير في القوامة من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك ظلم أيضا من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك بعض النساء تتساهل في حقوق قوامة الرجل. التعليم أحدث عندنا بعض الإشكال، مع أن فيه منافع التعليم فيه مضار. أصبحت بعض الزوجات تقول أنا وياك سواء، أنا معي جامعة وأنت معك جامعة، هذا غير صحيح. يقول تساوى الرؤوس، مستحيل أن تتساوى الرؤوس، هذه خلقة المرأة وهذه خلقة الرجل، هذه إمكانات الرجل وهذه إمكانات المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يتعلق بالتعليم ولا بغيره. إذن القوامة فيها خلل، إما تعدي وظلم، بعض الناس باسم القوامة بعض الأزواج يتعدى على زوجته ويظلم زوجته، وبعض الآباء وهو كثير يتساهلون في موضوع القوامة، تذهب المرأة تأتي تخرج بدون استئذان تركب مع السائق، سبحان الله، أين القوامة؟ أيضا من النقاط التي أشير إليها في هذا الجانب مسألة نصيحة أيها الأحبة، أخاطب الزوجة وأخاطب الزوج، أخاطب الأب وأخاطب الأم، إياكم أن يهون أي منكما من شأن الآخر أمام أبنائه. بلغني أن بعض الآباء يهون من شأن الزوجة أمام الأبناء، يقول لا تهمك والدتك، ويطلقون عبارات لا تنبغي، سيجني الثمن وسيدفع الثمن غاليا عاجلا قبل آجل. وكذلك بعض الزوجات تهون من شأن الأب، فلا تقيم الاحترام للأب والأم. فإذا واجب الأب أن يعظم شأن الأم في نفوس أبنائها، وكذلك واجب الأم أي الزوجة أن تعظم شأن الأب في نفوس أبنائها، وبهذا تستقر الحياة. وأذكر قصة يحدثني بها أحد الأخوة جميلة جدا، يقول قديما، الله المستعان، هذه القصة لها أوجه وسترون وستفهمون ماذا أريد منها، وإن كنت لم أذكرها من هذا الجانب لجانب موضوع القوامة. يقول كان عندي رادو، رادو صغير وأخفي عن أبي، ووالده رحمه الله كان من الزهد والورع، كان الناس يعتبرون الرادو من أكبر الكبائر، كيف في واقع الدشوش الآن والمنكرات، الله المستعان. يقول كنت أخفي عن أبي، وكانت أمه امرأة صالحة، أنا أدركت أمه
امرأة صالحة حافظة لكتاب الله تعلم النساء، وتوفيت قبل سنتين رحمها الله، والأب توفي قبل عدة سنوات، والابن موجود وهو الذي يحدثني بالقصة. يقول: كان عندي راديو صغير فكنت أخفي عن أبي. يقول: عثر عليه والدي فحطمه. هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة. يقول: لما حطمه، يقول كنت شاب صغير على كلام في حدود 10، يقول غضبت غضب شديد وتكلمت، يعني والده ذهب طبعا، ويقول: لا أتجرأ أن أتكلم على أبي، لكن يقول لما علمت أن والدي هو الذي كسر الراديو بدأت أتكلم من نفسه، يعني أمام والدته يسب أباه. ماذا فعلت أم رحمه الله؟ يقول: ما علمت بهدوء إلا وجاءت بمحذرة التي اشترى بها التمر من السوق. يقول: وجاءت ب10 ريالات وقالت: يا ابني اهدأ، هذه المحذرة وهذه 10 ريالات، اذهب إلى السوق وأتي لنا بأب، لا نريد أبوك بعد اليوم الذي كسر رادوك، لا نريده، اذهب للسوق واشتر لنا أب ب10 ريالات غير أبوك. يقول: قلت لها: يا أمي، الآباء يباعون ويشرون؟ قالت: ليش ما يباعون ولا يشترون؟ قلت: لا، الأب ما يباع ولا يشترى. قال: طيب إذا كان ما يباع ولا يشترى، لماذا تتكلم على أبيك بهذا الأمر؟ يقول: فأطرقت رأسي، ومن ذاك اليوم، يقول وهو حدثني قرابة 50 سنة عمره، يعني بعد 40 سنة من القصة تقريبا، يقول: ومكانه لأبي واحترام في حياته وبعد مماته. ما ضربت وما صرخت في وجهه، جاءت لتقول: لا يوجد الأب واحد، أبوك لا حق عليك، بأسلوب تربوي، وهي امرأة بسيطة لكن أكرمها الله في القرآن بهذا الأسلوب التربوي الذي جعله يبر والدي حتى وفاتهما بموقف واحد. ما أحوجنا إلى هذه المواقف، تعظيم جانب الأب وتعظيم جانب الأم. رأيت وبلغني أن بعض الآباء هداهم الله كانوا يهونون من شأن الأم، أول من دفع الثمن في هذا هو الأب بتقصير أبنائه وعصيانهم له أحيانا. إذن تعظيم قدر الأب وقدر الأم من الجانبين من أقوى وسائل التربية. ذكرني أحد الأخوة أمس قصة طريفة وجميلة وتأثيرها في المشكلات. يقول: كان في أب إذا جاءت صور في البيت ما يخلو أحد منا يدخل بيته صور، جلس مع أبنائه يطمسون الصور إلا صورة طمستها. يقول: يوم من الأيام نشأت بين الأب والأم مشكلة وارتفعت أصواتهما، وعندهم ابنهم في حدود 10، فقال لأبيه وأمه: اهدأوا اهدأوا، تعلمون لماذا اختلفتم؟ قالوا: ما ندري. قال: يبدو أن في البيت صورة ما طمسناها. يقول: فذهب ووجد فنيلة من اللي تباع في السوق عليها صورة، وهذه صورة محرمة لا شك. بعض الآباء هداهم الله يجلبونها لأولادهم، بل أذكر أنني رأيت أحد الآباء عليه مظهر الالتزام ومعه زوجته وعليها مظهر الالتزام يسعون في المسعى، وابنه لابس فنيلة فيها صورة فنان يغني، يعني صورة فنان معه العود. فمسكت قلت: يا أخي لا تتق الله، أنت الآن في بيت الله وابنك يلبس فنيلة عليها صورة وصورة مغني، وأيضا كأنه يضرب العود، أين نحن؟ أين أنتم يا أخي؟ أين التزامكم؟ ففي تساهل. فيقول الابن: فذهب الابن يدور فوجد في الصندوق المخلفات فنيلة مرمية، مرمية أيضا، بس ما رموها، ما أخرجوها، ما طمسوها، فجاء بها فرحا قال: انظروها. فمزقها. يقول: فلم يتكلم الأبوان بعد ذلك، سكتا وهدأ وانحلت المشكلة. إذن المعاصي لها تأثير، فتأكيد أن في البيت معصية، كما قلت بالأمس، إذا وقعت مشكلة بين الزوجين أو مع الأولاد تفقدوا البيت، لابد فيه معصية. يحدثنا أحد الأخوة يقول: أحد تجار الرياض عنده مستودعات كبيرة، فاتصلوا بمثل هذه الأيام أو بعد العيد وقالوا له: أحد المستودعات أصابتها الأرضة الآن تفسد المستودع كما تعلمون. يقولون: تعرفون ماذا فعل؟ قال لهم: هل ائتوا بالشركة من أجل أن تأتي بالمبيدات؟ مباشرة اتصل بهم وقال: انظروا لعلنا هذا المستودع لم نخرج زكاته، لأنه سألهم قال: كل المستودعات كذلك؟ قالوا: لا، مستودع واحد فقط. قال: اذهبوا، ربما أنا لم نخرج الزكاة. يقول: فبحثوا في الملفات فوجدوا أن هذا المستودع فعلا نسوه، فلم يخرجوا زكاته تلك السنة. قال: أخرجوا الزكاة، فأخرجوا الزكاة. قالوا: طيب نأتي بالمبيدات؟ قال: لا، لا يحتاج. يقول: بعد يومين أو ثلاثة اختفت هذه الأرض. فكذلك المشكلات في البيت مع الأولاد كما قلت بالأمس أو مع الزوجة أو مع الزوج من أسبابها المعاصي. فمن أجل أن تستقر بيوتنا لا بد أن نتأكد هل فيه معصية أو لا. من السهل جدا يا أخي أن تحمل زوجتك المشكلات وهي تحملك المشكلات وترتفع الأصوات، وهذا سأطرقه من وجه آخر إن شاء الله فيما يتعلق بتربية الأولاد في درس قادم. إذن تفقد البيت عن المعاصي والآثام من أهم عوامل استقرار البيوت. مما أذكر به هنا أيها الأخوة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته؟ يعاملهن برفق ولطف، سبحان الله. تغضب عائشة مرارا عندما كسرت الإناء في قصة حديث أم سلمة، لما أرسلت أم سلمة صفحة فيها طعام فضربتها عائشة،
ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضرب عائشة؟ هل تكلم عليها؟ أبدا. قام يجمع الطعام ويجمع الصفحة ويضع صفحة جديدة ويقول طعام بطعام وإناء بإناء، ويقول غارت أمكم غارت أمكم، لم يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. كان لطيف مع زوجاته، كان يداعبهن. الكلمة الطيبة يا أخوان والله تذهب ما في النفوس. يحكي لي أحد الأخوة قصة جميلة، يقول ارتفعت الأصوات بين زوج وزوجته، فغضبت المرأة وقالت أنا أريد أذهب لأهلي، فقامت إلى دالوب الملابس وبدأت تأخذ ثيابها وتضعها في الشنطة استعدادا للذهاب لأهلها، إما يوديها الزوج وإلا ستتصل بإخوانها وتذهب. يقول الزوج كنت على السرير أفكر يعني مشكلة يعني، تصل إلى أهلها لماذا حدث؟ يقول فقام بهدوء وقرب منها وقال لها كلمات جميلة جدا لا أستطيع أن أذكرها هنا. فقال لها أنت ماذا تفعلين؟ قالت أخذ من الدالوب ملابس الصيف حتى أضع ملابس الشتاء، والحمد لله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حتى إجابتها كانت جميلة جدا، ما قالت ابعد عني، ما قالت ودني أهلي. بعد أن أعطاها كلمتين أو ثلاث طيبة وطمأنها قال ماذا تفعلين بالثياب؟ قالت أخرج ملابس الصيف وأدخل ملابس الشتاء. كانوا على مثل الوقت هذا، حدود الصيف والشتاء. فهكذا يا أخوان الكلمة الطيبة تحل المشكلات. لماذا الكلمات الجارحة؟ أعجبني أحد الأخوة طلق زوجته بعد 4 سنوات، يقول والله طول هذه السنوات مع أنها وقعت بينهما مشكلات ما سمعت مني ولا سمعت منها كلمة تكرهها أو أكرهها، امساكم بمعروف أو تتريحهم بإحسان. يقول طول هذه السنوات مع أنها وقعت مشكلات أدت إلى الطلاق، ومع ذلك لم تسمع منه كلمة جارحة، يقول ولم أسمع منها كلمة جارحة. هذه القصة سمعتها قبل قرابة 30 سنة ولا زلت أكبر هذا الرجل إلى الآن، لأنها درجة عالية جدا. المشكلات وصلت إلى الطلاق بعد 10 سنوات وقد أنجب ابن، ومع ذلك لم تسمع منه كلمة جارحة ولم يسمع منها كلمة جارحة. بينما الآن بعض الآباء شبه يومي، يحدثني أحد الشباب قبل أيام عن مشكلات في البيت، قلت له هل أحدهما يتكلم على الآخر أو والد يتكلم على أمك؟ قال يتكلم عليها. لا يمر أسبوع إلا يضربها، لا يمر أسبوع إلا يضربها، متزوج له قرابة 30 سنة أو 25 سنة. أي حياة هذا؟ لا يا أحبة الكرام، لا والله، إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، حفظ اللسان، البر بالزوجة، اللطف بها واللفرض. ثم يا أخوة الكرام، لماذا ردود الأفعال؟ ردود الأفعال لها سلبيات. سأذكر لكم قصتين متقابلتين جميلتين. جاء رجل من العمل من الدوام الساعة 2 وكان متعب مع الزحام الرياض والمشكلات وغيرها، فجاء وتغدى وأراد ينام قبل العصر، فبدأ الأولاد يلعبون كعادتهم الأطفال. قال للزوجة أسكتي أبنائك. قالت هؤلاء أولادك، إذا كنت أنت ما تحملتهم نص ساعة أنا متحملتهم 24 ساعة. فقال بعد تقولين هذا الكلام اذهبي فأنت طالق. غضب وطلقها، ويبدو أن سبق الطلاق. ذهب يبحث عن حل لما صحى. طبعا الآن هو لماذا طلب إسكات الأولاد؟ من أجل ينام. الآن بعد أن طلق زوجته نام؟ لا، ما نام سنة كاملة هو ما تهنأ في النوم وليست ساعة. ذهب يبحث عن يحل له المشكلة، لما صحى فإذا أخ الزوجة تبكي وهو يبكي. ذهب إلى عدد من المشايخ، كلهم يقولون خلاص طلقت الطلقة الثالثة، يبدو أنه سبق الطلاق. سبحان الله، دلهم شخص على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يحدثني مدير مكتب الشيخ شخصيا، يقول دخل على الشيخ وقال يا شيخ الذي حدث كذا وكذا وكذا، سأختصر لكم القصة. فيقول قال له الشيخ ائتني بزوجتك. جاء بالزوجة فذكرت القصة تماما. قال هل كان غضبان؟ قال غضبان أشد مما توقع، وكان يعني مغضب. المقصود الشيخ رحمه الله وجد لهم مخرج وقال هذه الفرصة الأخيرة، ونعتبر طلقتك الأخيرة لم تقع لأنه كان غضبان غضب شديد، ولكن إياك أن تكررها فقد تذهب زوجتك. قال يا شيخ، يقول في مكتب الشيخ والزوجة معه، يا شيخ الآن هي زوجتي؟ قال نعم هي زوجتك. فقام وضم زوجته أمام الشيخ وجلسا يبكيان في مجلس الشيخ. سبحان الله، ما الذي حدكم على هذا الأمر؟ سنة كاملة ومشكلات وفتاوى وبحث عن مفتين بسبب كلمة. المرأة أخطأت وهو أخطأ. لكن اسمعوا القصة الجميلة الأخرى، ذكرها الشيخ سعيد مستر. يقول دخل رجل على زوجته فوقعت مشكلات كما تقع في بيوت، ارتفعت الأصوات. قالت الزوجة أريد الطلاق. يا بنت الحلال يا فلانة، قالت ما يمكن أنا أريد الطلاق. قال طيب بكرة. قالت لا لا لا، ما في إلا الليلة، طلقني ودني لأهلي. حاول معها ماش، وصلت الأمور إلى حد قال طيب لي طلب أخير، أنا بطلقك لكن طلب أخير. قال تفضل. قال نؤجل الطلاق إلى الغد. قالت لا. قال طيب نحن الآن متزوجين لنا 10 سنوات، ليلة واحدة ونامي وحدك ما بغات، لكن اسمحي لي الليلة بس.
قالت بكره تطلقني، قال وطلقت. قالت وعد، قال وعد. قالت خلاص رح اتحمل عدة سنوات اتحمل هذه الليلة. قال ما يخالف، جزاك الله خير ولا قصرت يا ام فلان. لما صار الصباح ذهب للعمل، ولما دخل البيت من الدوام الى والله ما شاء الله الريحة والغداء الجميل والطيب إيه شافها في المطبخ، قال لها ام فلان؟ قالت نعم. قال تعالي، قالت ايش تريد؟ قال جيبي ورقة وقلم. قالت ليش؟ قال اللي وعدتك. قالت الله يسامحك عاد لا تؤخذني، صرت انا غضبانة، لا تستعجل. قال ما فيها، انا وعدتك ما اخلف وعدي. وتجلس تصيح وتحاول وتبكي وتقبله، ارجوك انك تسامحني، والله انا اخطات، كنت منفعلة. اخيرا اخذ عليه العهود والمواثيق الا تعيدها مرة اخرى. هذه الحياة يا اخوان، لو اننا صبرنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاءني شاب وقد طلق زوجه الطلقة الثالثة، وقال اريد تبحث لي عن مخرج، عندي 4 أولاد او 3 أولاد. قلت له تعال عد لي الطلقات، عد الطلقة الاولى فاذا هي مشكلة، الثانية مشكلة. قلت له الثالثة؟ قال دخلت عليها وارتفعت الاصوات، قالت طلقني. قلت لا ما انا مطلق. قالت اذا كنت رجال طلقني. قلت والله رجال، انت طالق. قلت والله ما انت برجال. صحيح ما انت برجال، لو انت رجال ما طلقت. قال يا شيخ بس اغضبتك. طيب لو انت رجال القوامة بيدك، ما استعجلت، طلعت برا ساعة ساعتين ترجع. الآن مالي مخرج. فعلا جلسوا عدة سنوات، فتزوجت هي الآن مع زوج وهو مع زوجة، والأولاد كأنهم أيتام. هذه النتيجة الطبيعية يا أخوان، فالرفق والهدوء من الزوج ومن الزوجة. إذا غضب واحد سبحان الله الشيطان مع الاثنين، إذا غضب واحد يسكت الثاني. فإذا هذا مما أنبه إليه، واعذروني لأني أطلت عليكم معذرة. إنما أقول أيها الأخوة، أيضا كل من الزوجين إن كره منها خلقا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر. وأقول كذلك للزوجة: يا أختي الأخت، لا يفرق أيضا زوجة من زوجها، إن كرهت منه خلق ترضى من خلق آخر. يا أخي الكريم، إذا أخطأت زوجتك تذكر ما فيها من خير، وإذا أخطأ الزوج يا أختي تذكر ما فيه من خير حتى تهدأ النفس. ثم أنبه في الأخير لأن الوقت ضاق علينا إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى: العدل مع الزوجات، وخاصة أيضا أنصح بعدم كثرة التهديد بالزواج. يا أخي الكريم، إذا كنت صادق تريد تتزوج ولديك من المبررات ما يؤدي إلى ذلك وتطمئن بالعدل، لا أحتاج إلى التهديد. كثير من الناس والرجال كثير ما يستخدم هذا السلاح: سأتزوج سأتزوج سأتزوج. وأعجبتني امرأة من النساء قالت رح تزوج، وما تزوج، سقط السلاح الذي بيده هذا، فما ينفع هذا التهديد، خطأ. الثانية: إذا تزوج الإنسان أو إذا كبر الزوجة يحفظ ودها. يا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وقد تزوجها وعمرها 40 سنة وعمره 25 سنة، ثم ماتت رضي الله عنها في آخر سنوات البعثة، ثم تزوج بعض الشابات وأصغرهن عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رزقت حبها، كان وفيا لخديجة حتى بعد وفاتها رضي الله عنها، حتى أن إذا جاءت هالة أختها بش لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لأختها. وبعض الأزواج هداه الله إذا كبرت المرأة بدأ يعلق وبدأ يطلق الكلمات سواء تزوج أو لم يتزوج. لا ينبغي يا أخوان، لا بد من الود. حتى عائشة غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، قالت: وما لك من امرأة حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها. في رواية: قد أبدلك الله بخير منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله بخير منها. مع أنه قال أحب النساء له عائشة صلى الله عليه وسلم، لكن كان حفظه لخديجة واحترامه لخديجة في حياتها ولم يتزوج عليها، وبعد وفاتها وهي في ميتة حفظ وود ويعطي صديقات خديجة. فيا أخوة الكرام، بعض الأزواج إذا كبرت زوجته بدأت التعليقات: يا أخي أنت كبر، إذا كانت هي عجوز فأنت شايب، لماذا هذه التعليقات التي لا قيمة لها؟ لماذا؟ أختم بقصة حدثني بها أحد الأزواج، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأحفظ أولاده. يقول: تزوجت، هو متزوج 3 زوجات الآن. يقول: قلت لزوجاتي الثانية والثالثة: إذا أي واحدة منكم تريد الطلاق ما في داعي تحرج نفسها تأتي لي وتقول أريد الطلاق، بس تسيء لأم فلانة الأولى، يكفي أن تسيء لها ولو بكلمة فأنا أفهم أنها تريد الطلاق وسأطلقها مباشرة. نعم، مع أن واحدة شابة والثانية أكبر منها وأم الأولاد كبيرة. قال: أي واحدة منكن تسيء إلى الأم الأولى فأنا أعتبرها أنها تريد الطلاق فسأطلقها فورا. فوضع قرار صارم في البيت لاحترام الكبيرة واحترام الأولى. هكذا يجب أن يكون، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمل الرجال.
أما الذي يحدث فلا ينبغي. فأقول أيها الأخوة، المسؤولية مشتركة على الزوج والزوجة، في تقصير من بعض الأزواج وفي تقصير من بعض الزوجات وهو كثير. وقلت في أكثر من مناسبة وأكلم النساء الآن، أكثر ما وجدت سبب تعدد الزوجات من الزوجة نفسها، لأنها تقصر في حق الزوج. بعد 10 سنوات 15 سنة الزوج تبدأ تهمل فتتساهل في حق الزوج، فالزوج أحل الله له أن يتزوج، من حقه أن يتزوج. فوصلت إلى قناعة أن بدون مبالغة لو أقول لكم 50-60% من أسباب الزواج سببها تقصير الزوجة. فكنت دائما أقول لكثير من الزوجات، أنت السبب في زواج زوجك. تأتي تقول لا ما قصرت، فصحيح. وأنبهنا لملحظ مهم جدا، بعض النساء هداهن الله إذا تزوج رجل بدأت أن يلقن عليه ويدعون عليه ويقولون فلانة ما شاء الله ما قصرت، وفلانة وفلانة كيف يتزوج عليها. مرة من المرات سمعت نساء يتحدثن بهذا الحديث عن امرأة، فسألتهن سؤال محدد، قلت أنتن الآن تقولون أن فلانة ما قصرت ليش يتزوج؟ قالوا نعم. قلت لاحظ، أنا لا أريد أحدثك عن عدم تقصيرها في البيت أو في المطبخ، يمكن تعرفنا ذلك، لكن إذا أغلق الغرفة، إن كنا تعلمنا ماذا يحدث داخل الغرفة والله ما تستاهل هذه المرأة. إذا كانت تخبر كنا ماذا يحدث فهي لا تستاهل، وإن كنا لا تعلمنا ماذا يحدث فما يدركنا أنها ما قصرت. بعض الأزواج يقول لي إذا دخلت الغرفة قامت تصلي. لا يا أخي، حق الزوج أولى من تصلي. يقول أجلس أنتظرها ساعة نص ساعة تصلي، تصور هذه وهي ملتزمة، لكن قصرت في حق زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لو طلب الرجل زوجته ولو كانت على تنور أن تجيب دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة زينب وهي تعجم أو كان معها مريئة لها، فقضى حاجته ثم رجع إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أحيانا تدعو بعض النساء على الأزواج تقول ما قصرت فلان، وما أدري أنها قصرت أو ما قصرت. إذن الشاهد، أقول كثير من الزوجات، ما أقول كل الزوجات، لا يجوز الظلم، لا أقول، أقول كثير من الزوجات تبوا زواجي وتعدد أزواجهن تقصيرها وإهمالها. حتى أذكر قصة، يقول واحد من أخوان دخلت بيتي فقابلتني امرأة، يقول كانت مهملة فتزوجت، يقول جئت أزور البيت بعد كم يوم فقابلتني امرأة جميلة، فقلت نحنت تغطى يا مرة تغطى يا مرة، يقول ما تغطى، قلت ليش؟ فإذا هي زوجتي. قلت له أنا شايف قبل الزواج كذا ما تزوج، إهمال فعلا، أقولكم فيه إهمال. بعض الأخوان يقول أنا أفرح، يقول لي أنا أفرح بمناسبات الزواج وغيرها. قلت لماذا؟ إحنا والله ما نفرح يا أخي. تذهب المرأة، قال لا، حتى أشوف زوجتي جميلة ولو عند المناسبة، ما أراها جميلة إلا إذا كنت تبغى تذهب للزواج ولا للمناسبة. مرة أخرى لا أعمم، أقول توجد من النساء من هي مهتمة بزوجها، بل يقول لي والله بعض الأخوان دخلت على زوجتي فإذا هي متجملة، فقلت لها إلى أين تريد أن تذهبين؟ قالت ما أريد أذهب، يعني ما تريد أن أتجمل لك. وأقول أيضا في خطأ كلنا واقعين فيه الرجال، بعضنا تصور أن الواجب التجمل على الزوجة، لا يا أخي، الزوج عليه التجمل في حدود الجمال، جمال الخلق وجمال الملبس. المرأة تحب أن ترى زوجها جميل، تحب أن ترى متطيب، ترى أن شكله نظيف، كلمته طيبة، خلقه طيب، الجمال المعنوي والجمال الحسي. نحن نطالب الزوجات في أن تجملنا لنا، لكن ما نبالي نحن، قد يلبس أسوأ الثياب، قد يكون شعره مكشف، لا يا أخي الكريم، هي تحب كما أنك تحب، كما أنها يشد نظرها المنظر الحسن وكذلك أنت يشدك المنظر الحسن، فتجمل لها في حدود جمال الرجل لا جمال المرأة. الرجل له جمال، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة وكان الرسول يعنى بمظهره ويعنى بشكله في حدود دون التكلف ودون الإسراف. بهذا تستقيم الحياة. وكلمة أخيرة، احترام أهل كل من الزوجين من أقوى وسائل دوام العشرة. احترم أهلها تحترم أهلك، وأقول للمرأة احترمي أهلها يحترم أهلك، وإلا فلا يلومن من قصر في ذلك إلا نفسه. حتى لو لك ملاحظات على أهلها يا أخي لا تقول لها، تحمل. وحتى هي لو لها ملاحظات على أهلك لا تقول لك ذلك ولا تبديه أمامك، لأنه يجرح مشاعرك ويؤثر فيك. فليتعاون الجميع باحترام الأهل، كل يحترم أهل الثاني ويصلهم ويزورهم حتى لو في نفسه بعض الشيء. من أكثر المشكلات التي وجدت الآن تسبب انحراف الأبناء أو مشكلات الأبناء في البيوت، الخلاف بين الأبوين، أي الزوجة زوجة حيث تربية الأولاد. تجد الأم لها منهج والأب له منهج حتى لو كانوا من الطيبين، وخاصة الآن مع التعليم، فتكون الأم لها وجهة نظر في التربية والأب له وجهة نظر في التربية. من الذي يدفع ثمن هذا الخلاف؟ هو الابن. قد يسألني سائل أو تسألني إحدى الأخوات تقول طيب، إذا رأيت أن زوجي وأن الأب له وجهة نظر أخالفه فيها أتركه حتى لا نختلف؟ أقول لا، لكن أقول إياكم أن تختلفوا أمام الأولاد. من أكبر الأخطاء ومن أكبر المشكلات الخلاف بين الأولاد، سواء فيما يتعلق بمنهج التربية، هذا يأمر وهذا ينهى، أو حتى الخلافات الشخصية والزوجية التي ذكرت بالأمس، هذه مؤثرة جدا. لكن الآن أتحدث عن جانب التربية. بعض الآباء يأمر بشيء الأم تنهى، الأم تقول لابنها شيء والأب ينهى. طيب ما الحل؟ الحل كالآتي: أولا، يتخذ الأب والأم بينهما اتفاق ألا يختلف أمام الأبناء مهما كان، حتى لو أخطأ
أحدهما، أي أخطأ الأب أو أخطأت الأم. إلا إذا كان خطأ لا يقبل التأجيل، هذه حالات استثناء لا أتحدث عنها، لكن أتحدث كمنهج. ثم يلتقيان وحدهما ويتفقان على منهج، فإذا لم يتفقا ممكن أن يتفقا على طالب علم من أقاربهم أو أحد المشايخ يحكموه في هذه المسألة التي اختلفوا فيها. إذا كانت الأم لها وجهة نظر في التربية والأب له وجهة نظر، الأصل أن يتناقشا سويا دون الأولاد، إلا إذا بلغ الأولاد درجة من العمر يمكن أن يشاركوا، هذا موضوع آخر. لكن أتحدث في قضية منهج التربية، قد يكون الأب شديد والأم سهلة، أو الأم تأمر هنا والأب ينهى هناك، لا يتفقان على منهج. إن اتفقا فالحمد لله، إن لم يتفقا فيحكمان حكم بينهما. كما أن الله جل وعلا ذكر الحكم في المسائل الشخصية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكذلك ممكن أن نلجأ إلى حكم من طلاب العلم. تقول الأم أنا أرى في تربية الأولاد كذا، وزوجي يرى كذا، أو الأب يقول ذلك، ويتفقون على منهج في النهاية، الأمر واضح. أما أن يختلفوا أمام الأولاد، هذا له ضحية وله ثمن قد لا ينتبه له الآباء في أول الأمر، وخاصة وأولادهم صغار. أما موضوع الإشكالات بين الأبوين فقلت يغلق هذا نهائيا، يجب أن يغلق نهائيا. يتحدث أحد الآباء يقول اتفقت أنا وزوجتي لا يمكن أن يتدخل أحدنا في عمل الآخر أمام الأولاد. قلت كيف؟ قال يمكن زوجتي تخطأ، يقول ما أتدخل أتركها، فإذا ذهب الأولاد جئت إليها وقلت يا أم فلان أخطأت فيما قلت، ما كان ينبغي أن تفعل كذا، فأفضل أن تراجع الموضوع أنت مع الأولاد. والأم كذلك تقول إذا أتصرف الأب وأخطأ، هذا وهو خطأ واضح، تقول لا أتدخل، تقول هذا أبوكم ولا لي دخل. ثم تناقش الأب بينها وبينه ويتفقان. بهذه الطريقة يعرف الأولاد أن الكلمة في البيت كلمة واحدة، أنه لا خلاف بين الأبوين. قد تستغربون يا أخوان لو قلت لكم أنه ثبت علميا أن الخلاف بين الأبوين لا أقول يؤثر على الرضيع، بل يؤثر حتى على الحمل. أما على الرضيع في المهد ثبت تأثيره عليه وهو في المهد، إذا اختلف الأبوان وارتفعت أصواتهما وهو في المهد يؤثر عليه، وهذا ثابت علميا ويقين. حتى بعضهم قال لي والله إنني أرى إذا اختلفت أنا وزوجتي يبكي الطفل وهو أقل من سنة عمره، ويقول إذا كنا في اتفاق نشعر بالانشراح على هذا الطفل وهو رضيع، فما بالكم إذا كان عمره سنة أو سنتين أو ثلاث. هذا الحقيقة جانب نتساهل فيه. أحيانا ترتبع الصراخ بين الأبوين والمشكلات، وأولادنا في النهاية يقعون أثر في هذا الأمر. يا أخوة الكرام أنبه إلى قضية، هل نحن نملك الصبر من الزوج أو الزوجة إذا أخطأت الزوجة أن يتحمل الزوج معالجة الخطأ في الوقت المناسب؟ المشكلة أن طريقتنا نفرغ ما في أنفسنا، فأحيانا أول ما يقع الخطأ مباشرة يبدأ الأب ويرتفع ويغضب بحجة القوامة وأنه الرجل. الأخطاء يا أخوان على ثلاثة أنواع: خطأ يبين في وقته لا يحتمل التأخير، وخاصة إذا كان خطأ شرعي، خطأ ممكن أن تنتظر الوقت المناسب. ويقول بعض الآباء والله إن بعض أخطاء التي تقع فيها زوجتي وقد تكون خطأ كبير لكن لا يناسب أكلمها مباشرة، أحيانا أنتظر سنة أو سنتين أو ثلاث، ولم يغب عني لحظة واحدة، كله أنتظر الفرصة المناسبة لأقول لها أخطأت يا أم فلان. إلى ثلاث سنوات بل أكثر من ثلاث سنوات. قد تستغربون هذا الكلام، قد تقولون هذا مهمل، لا، لأنه يقول أنا هدفي كالطبيب معالجة الخطأ وليس التفريغ عن نفسي. فإذا كانت معالجة الخطأ الأنسب في وقته تحدثت في وقته، إن كان بعد ساعة بعد ساعة، إن كان بعد يوم بعد يوم، إن كان بعد سنة بعد سنة. لكن عجزنا وقلة صبرنا هي التي تجعلنا نتصرف هذه التصرفات والامتعالات من الآباء والأزواج على الأمهات وأحيانا من الزوجة. بعض الزوجات تنتظر أشهر لتبين لزوجها بعض الأخطاء التي وقعت، فإذا جاء الوقت المناسب وجاءت الفرصة قالت على استحياء وبكلمة طيبة يا أبا فلان أخطأت علي في الوقت الفلاني، أو أخطأت على الأولاد في اليوم الفلاني، يكون يتقبلها وبطريقة مناسبة. بهذا نستطيع أن نتجاوز، لأن ما هو الهدف يا أخوان؟ أليس كل واحد منا آباء وأمهات رجال ونساء نتمنى السعادة لأنفسنا ولزوجاتنا ولبيوتنا ولأولادنا؟ إذا كان كذلك يا أحبة الكرام يجب ننتظر. أعطيكم مثال عملي بسيط. الآن لو ذهب مريض إلى الطبيب وقال له الطبيب أنت تحتاج إلى عملية، هل يجري العملية مباشرة؟ لا، قد يقول انتظر. أحيانا يخضع لعلاج مبدئي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يجري له العملية، وقد تكون عملية عاجلة تجرى بوقتها كعملية الزائدة. إذن تختلف العمليات، أحيانا قد ينتظر حتى يهيئ الجسم
من أجل إجراء العملية قرابة سنة. يقول الجسم لا يتحمل هذه العملية مع أنه يعاني منها، ويعطى علاجات مسكنات ويعطى علاجات جانبية حتى يرى الأطباء أنه قد تهيأ لإجراء العملية فيجرون العملية حتى تنجح، لأنهم لو أجروها في أول الوقت لحدث ما لا تحمد عقباه وربما يموت أو يضره. كذلك العلاجات المشكلات الأسرية، فهل نحن نعود أنفسنا على ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه، أنا أقول قل أو أكاد أقول لا يخلو بيت من مشكلات. هل أنتم فعلا تنتظرون الشهر والشهرين والثلاثة والسنة في بعض المشكلات حتى تخبروا زوجاتكم بل حتى أبنائكم كما سأذكر بعد قليل؟ إذن هذا من وسائل العلاج. إذن الاتفاق بين الأبوين بين الزوج والزوجة من أقوى وسائل التربية حتى يرى الأبناء الصفاء والهدوء والسكينة بين الأبوين. وإن كان ولا بد فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تكون بين الأولاد، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. ومع ذلك قد يقع خطأ من الأب أو المرأة لا يشاركه الآخر، ينسحب الطرف الثاني، ينسحب أحد الطرفين. أيضا مما أقول هنا أيها الأخوة، من المهم جدا ترسيخ مبدأ مراقبة الله جل وعلا في نفوس الأولاد. وأحيلكم على قصة لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تكوين مبدأ المراقبة عند الأولاد من أقوى وسائل التربية. كيف؟ من الأخطاء التي يقع فيها الآباء أنهم يركزون على أبنائهم أن لا يخطئوا أمامهم، ولكن يخطئون إذا غابوا. مثلا أذكر أن بعض الآباء يقول إذا كنت موجود يصلي أولادي، إذا غبت ما يصلي أولاده. هذا خطأ في التربية، لأنه لو أشعرهم أن الصلاة لله وليست له لما تغيرت الحال. بعض الآباء أبناؤه أمامه لا يفعلون شيء، لكن إذا غاب آذوا البيت وقد يؤذون الحارة والجيران. هذا خطأ. تقوية مبدأ المراقبة من الله جل وعلا كما في قصة لقمان، وبالمناسبة أحيلكم على قصة لقمان من أجل دراستها، فهي قصة عظيمة فيها من الآداب ووسائل التربية التي لا تخفى. من الأشكالات الموجودة هي قضية التناقض بين القول والعمل وفقدان القدوة. أبناؤكم يا أحبتي يريدون أن يروا مصداق أعمالكم ولو لم تتكلموا. أما أن الأب يقول لابنه افعل وافعل وافعل وهو لا يرى في أبيه هذا الفعل، وكذلك الأم، التنظير لا ينفع. قضية التنظير، أذكر رجل توفي رحمه الله كان ينصح أبنائه عن التدخين ويدخن هو، فإذا خرج، هذا كلام قديم عندما لم يكن متيسر الدخان في البقالات، كان إذا أراد الإنسان يبحث عن طريقة صعبة للوصول إليه فيأتي أبنائه ويبحثون عن أعقاب السجائر التي يرميها أبوهم ويدخنونها، لا يدخنونها أمام الأب، لأنه ما ينفع أن يقول لهم لا تدخنوا وهو يدخن أمامهم. موضوع الآن منتشر عند الناس قضية الكذب. قد تقولون الكذب، نعم الكذب، كيف؟ أبسط شيء يتصور بعض الناس أنه يسير وهو ليس يسير، يطرق الباب شخص فيقول الأب قل والدي غير موجود، فيروح الطفل ويقول والدي غير موجود. صرف هذا الرجل وقع بهذا الكذب، أو بالهاتف يقول والدك موجود، قد يقول قل لي من هو، يعرف أنه فلقل قل غير موجود. بدل أن يعتذر بعذر يتخلص منه ولو بالتورية يصرح بالكذب. ففي هذه الحالة الولد ينشأ عنده قضية كبرى، وهي أن أباه يكذب، أن والده كذاب. خلاص إذا ترسخ لدى الطفل أن والده يكذب أو أن أمه تكذب، الله المستعان، يصعب أن يتولى تربيته كما ينبغي. وهذا متساهل فيه الناس الآن، موضوع صرف من يطرق الباب أو من يرد على الهاتف. مشكلة أكثر من الخطأ في موضوع من صرفت ابنك أو أبنائك الذين يستمعون أو غير ذلك. فالحذر الحذر في موضوع الكذب أو أي خصلة من الخصال محرم. ويا أخوان، هؤلاء الأطفال أمرهم عجيب. يحدثني أحد الأخوة قصة حدثت قريبا، يقول أحد الأشخاص عندي في البيت فيديو ما يطلع عليه الأولاد، فيقول جئت وهم نائمون، وكان يقول الأب هداه الله، يقول كنت يعني مقصر أو منحرف الحقيقة كما يقول هو، يقول جئت والأولاد نائمون فدخلت وشغلت الفيديو على شريط. يقول فجأة فتحت ابنه لي عمرها 5 سنوات، فتحت الباب، صحت من النوم وفتحت الباب، قالت له يا أبتي عيب عيب عيب، أطرق سكت الباب ورجعت ونامت. يقول جئت إليها أغلقت، يقول الباب وعلى طول يقول أغلقت الفيديو، فجئت إليها فإذا هي نائمة، قلت خلاص لن أذهب إليها ما أريد أخذها. قلت تأثرت، ذهبت إلى العمل، الساعة الواحدة تتصل بزوجتي تقول لي تعال بنتك مريضة، يقول أخذتها للمستشفى مغمى عليها ثم ماتت.
ثم استقام هذا الرجل استقامة عجيبة جدا على يد هذه الطفلة التي عمرها 5 سنوات، وقد تكون من تأثير تربية أمها، أمها صالحة، فهي عمرها 5 سنوات وكانت آخر حياتها آخر ما سمع والدها منها هذه الكلمات 3 فقط، عيب عيب عيب، لأن فتحت الباب على مشهد سيء وعمرها 5 سنوات. إذن هؤلاء الأطفال يفهمون، يدركون، يكون صلاح البيت على أيديهم. نعم، بل ذكر أحد الأشخاص، قرأت في مجلة العام الماضي في المدينة، رجل استقام وصلح يا أخوان على يد ابن له أبكم عمره صغير جدا، يقول أنا ما أصلي، يقول الأب، يقول ثم يلح علي إلا أذهب به للحرم، يقول أذهب للحرم أجلس عند الباب أنتظر حتى يأتي من الصلاة، والطفل صغير. يقول سبحان الله، استمر الولد وهو أبكم ينصح أباه وبحركاته حتى استقام الأب استقامة، أصبح مضرب المثل استقامة على يد أحد أبنائه الأطفال وهو أبكم. فيا أحبة الكرام، هؤلاء يدفعني إلى أن أقول إياكم تتساهلوا في موضوع الصغار. من الأخطاء التي نحن واقعون فيها أن الإبن عمر 2 أو 3 أو 4 ما يفهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والله يا أخوان إنهم يفهمون أعمارهم أقل من 2 ويدركون إدراك عجيب. حتى أذكر قصة طريفة يذكر لي أحد المشايخ، يقول جاء واحد هو جالس لزوجته، ابنه وبنته، يقول أعمارهم 3 سنوات و4 سنوات في هذه الحدود، أو 5 سنوات، ما يتجاوزون 5 سنوات. فيقول جاءوا لأبيهم ولأمهم، قالوا يا أبانا ويا أمنا كيف جئنا؟ طبعا ما رادوا، صعب على الأب والأم، قالوا ذهبنا إلى أخوالكم وجبناكم ورحنا بكم وإلى آخر يعني. فعاد يقول التفت الولد على أخته، يقول نعلمهم شلون جينا ولا نخليهم في عماهم؟ نعم، فتصوروا يعني بهذه الحالة، يعني هم يرون أنهم فاهمين ولا ما فاهمين شلون جاءوا. فنحن نتصور هذا الطفل ما يفهم، غير صحيح، يفهم لكنه قد لا يتكلم. فهؤلاء لا نتصور أن ما يفهمون ما ينفذون، يفهمون لكن قد لا يعبرون. يقول لي أحد الإخوان، يعني من أخطائنا أننا ما نتعامل مع هذا الأطفال، يقول أحد كبار المشايخ في العقيدة، ولا أريد أذكر اسمه، لو ذكرت اسمه تعرفونه جميعا، يقول ذاهب إلى شيخي وهو المشرف على رسالة الدكتوراه، يقول ففتح لي ابنه وهو صغير الباب، يقول صغير جدا، قلت له أين أبوك؟ قال في البيت، قلت له ناده، قال لا حتى تجيب على سؤالي. يقول قلت له طيب ما هو سؤالك؟ كان في قطة عند الباب، قال لماذا القطة أبيض على أسود؟ يقول قلت الحين أنا أقول لك ناد أبوك، قال ما ناد أبي حتى تجيبني، ليش القطة أبيض على أسود؟ يقول والله احترت، فكرت ما عندي جواب، قلت ما أدري، طيب أنت جاوبني لماذا؟ قال لأن الله خلقها هكذا. أي والله، يقول والله هذا الطفل وهو أستاذ عقيدة، ووالد أستاذ عقيدة، علمه هذا الطفل، يقول صغير جدا، نعم، درس، ربنا خلقها كذا يقول. فهؤلاء يفهمون ويدركون لكن قد لا يعبرون. إذا أردتم أن تعرفوا انظروا إلى جلساتهم مع بعض، إذا جلس أطفال مع بعض 2 أو 3 أو 4 اسمعوا إلى أحاديثهم، انظروا كيف يقولون، والله يقولون عجب. فلماذا أقول هذا الكلام؟ بعض الآباء والأمهات يتساهلون، بل حتى بلغني يتساهلون في قضايا، حتى في موضوع العورة وموضوع أشياء ينبغي ألا يعلم عنها الأولاد. سمعت بأذني من بعض الأشخاص وقد تجاوز 30 الآن عمره، يقول والله أنا أذكر وأنا صغير جدا أنام مع والدي في غرفة، أشياء حدثت بينهم كل ما تذكرتها استحييت، وكان معهم مبقين عندهم في الغرفة مطلعين إخوان، إلا هذا صغير جدا، يقول والله أذكرها بالتفصيل. نعم، والليلة مظلمة ما في كهرب، يقول ما عندنا كهرب ولا شيء، لكن سمع كلام ففهم ما وراءه وهو صغير جدا. جلس مرة بعض الأطفال يتناقشون لما كبروا، طبعا رجالهم، كم تذكر من عمرك؟ فوجدت أن بعضهم وأنا شاهد على هذا يذكر قضايا وعمره حدود 3 سنوات، هذا وعمره فوق 40 لا يزال يذكر أحداث فعلا ثابتة، نعم، وعمره حدود 3 سنوات أو أقل. إذن هؤلاء لا تتساهلون فيهم، يفهمون ويدركون وحقيقة يتأثرون لكن قد لا يعبرون. بعض الآباء هداهم الله يتساهلون، بعض الأمهات يتساهلن، قد يرى الأولاد أو يسمعون أمور لا تنبغي، ولذلك جاء الأدب مع الأولاد والصغار، فانتبهوا لهؤلاء الأطفال حتى ينشأوا نشأة طيبة ومباركة، أصلح الله أولادنا وأولادكم. من الأكبر الأخطاء موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط، بعض الآباء يعطي أبناءه ثقة أكاد أقول مطلقة، وبعض الآباء أبناءه في 20 سنة أو 15 سنة ولا يثق فيهم، وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا. خذوا المثال، يحدثني أحد الأخوان يقول في شخص قريب يعني منذ سنوات طرق عليه جاره وقال له إني رأيت ابنك سرق من سيارتي 4 قروش، يوم كانت 4 قروش تذكرون لها قيمة. يقول ماذا قال لي الأب؟ قال أن جاي من أجل 4 قروش؟ أبد، ابني لا يفعل وابني طيب الحمد لله، لكنك أن تتهم أبنائي. ثم بدأ يدافع عن الابن بالحق والباطل، بل بالباطل في الحقيقة. يقول قلت له يا أخي الكريم والله ما جئتك من أجل 4 قروش، لكن أخشى الذي سرق 4 قروش بكرة يسرق ريال،
ثم يسرق 10 ريالات. قال أبدا أولادي الحمد لله أنا واثق فيهم وأولادي فيهم، ودافع عن ابنه مدافعة غير عادية. يقول قلت جزاك الله خير وأنا ناصح لك في أمان الله. يقول انتقلت من الحارة إلى حارة أخرى في الرياض. يقول بعد حدود هذا الكلام كان الابن قبل 10 سنوات عمره. يقول بعد عدة سنوات قرأت بيان لوزارة الداخلية فإذا هو قتل بعض المجرمين. يقول فقرأت على العادة، يقول فإذا اسم هذا الولد أحد المجرمين سطع على مؤسسة تجارية وأظن ماذا فعل، فاعتبر قاطع طريق فقتل. فيقول جئت لأبيه معزيا، قلت له أنا جئتك معزيا لا شامتا. قال عارف تذكر 4 قروش؟ قال نعم. قال أنا أخطأت الحقيقة وأرجو سامحنا. يقول قلت أنا مسامحك لكن تساهلك في 4 قروش لما نصحتك أدت إلى أنه سطع على مؤسسة تجارية واعتبرت من حدود الحرابة وليس السرقة فقط، قد يكون قتل أحد. نعم لأنه قد يكون قتل ولا كما يقتل فقتل ابنك. فحقيقة قصة مؤلمة ومؤثرة. فالناس بين إفراط وتفريط، وبعض الآباء لا يثق في ابنه، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ. لا، يجب أن تعطي ابنك شيء من الثقة وتحاول أن تشعر له مكانه، لكن راقبه، راقبه مراقبة عن بعد وبهدوء. وإن شاء الله أقف مع موضوع المراقبة والفرق بينها وبين التجسس. في خطأ، المراقبة مطلوبة والتجسس خطأ على الأولاد، هذا خطأ تربوي يقع فيه بعض الآباء هداهم الله. فأقول انتبهوا موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط، فأعطوا أبنائكم من الثقة ما يستحقون، لكن لا تبالغوا ولا تزكوهم فيقع الخطأ كما وقعت أحداث كثيرة. حتى رأيت من يسرق، بل بلغني منذ فترة قريبة جدا وليس بعيد من حارتنا في هذه المنطقة، سرق من والده مبلغ ضخم. نعم، لأنه تساهل الأب. ويحدثني بعض الأولاد يقول كنا ونحن صغار نسرق من والدنا ووالدنا لا يدري، لأن لما تكون الثقة في غير موضعها يقع الخلل، فتحتاج توسط واعتدال. ثقة معتدلة، لا تعطي الثقة المطلقة ولا أيضا تحرمه من الثقة فيظهر أكثر شخصية مائعة مهزوزة لا تثق في نفسها. ده كثير النهر لها، بعض من الآباء ينهر ابنه ويضرب ابنه ويتكلم على ابنه، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت، حتى يخرج الولد مهزوز ضعيف لا قدرة له، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يواجه الناس، لأن والده لم يربيه على الثقة وعلى القوة. والعكس، من يعطي ابنه الثقة المطلقة وهو لا يزال صغير هذا خطأ، خطأ. فالاعتدال بينهما من أقوى وسائل التربية. أيضا مما أذكر به هنا أيها الأخوة فيما يتعلق بالصفح والعفو، وهنا سأذكر المثل مع أولادنا، وهو ما يتعلق بأسلوب التعامل مع مشكلات الأبناء ومع مشكلات الزوجة ومع مشكلات الزوج أيضا. ما علاقة ما قرأ الإمام بموضوعنا؟ العلاقة مباشرة. وجدت أن من أكثر أسباب المشكلات وتفاقم المشكلات هو الاستعجال والغضب والرد بدون تروي بين الزوج والزوجة، قد يؤدي إلى الطلاق كما تحدثت قبل ليلتين، ومع الأولاد وتخرج مشكلات. حتى كثير من الأبناء وجدتهم يكرهون آباءهم، وهذه قضية أيها الأخوة خلاف الطبيعة وخلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الإنسان، لأنه فطر محبة الولد لوالده والوالد لولده حتى بين الحيوانات وبين الدواب. ومع ذلك يوجد أبناء يكرهون آباءهم أو يكرهون أمهاتهم، وهناك آباء يكرهون أبناءهم. إذن هذا خلاف ما فطر الله عليه الناس. ما السبب في ذلك؟ أسباب كثيرة لا أستطيع أن أحصرها بسبب واحد، ولكن من أبرز الأسباب عدم وجود الحكمة في معالجة ما ينشأ من أخطاء أو ما سأتعرض له بعد قليل، موضوع العدل وغيره. القضية هنا أيها الأخوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله يا أخوان، الذي بينك وبينه عداوة يعني عدوك، ليس ابنك ولا زوجتك ولا زوجك، ادفع معه بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، فتصبح أنت وإياه كأنه ولي حميم، صديق قريب شديد نديم. والذي يحدث داخل البيت الذي فطر على المحبة والأخوة ومع ذلك يصبح هو العدو، ما السر في ذلك؟ لأننا لا ندفع بالتي هي أحسن، لأننا في الحقيقة كثير منا يدفع بالتي هي أسوأ مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو الأب مع أبنائه أو الإبن مع آبائه. ولو أننا أخذنا بهذه القاعدة، لأن هذا قول الحق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك فلو أخذنا بدفع بالتي هي أحسن لوجدنا هذه الآية. نجد أيضا في سورة الشورى السورة الثانية ذكر الله جل وعلا جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في آخر الآيات لأن نريد أختصر عليكم قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وفي السورة التي قبلها يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تريد أن تكون من أصحاب العزائم؟ ألا تريد أن تكون ذو حظ عظيم؟ فاكظم غيظك وتعامل برفق مع أبنائك. لا أقول إذا كان الله يطلب منا التعامل حتى مع الكفار برفق. يقول: فاصفع عنهم وقل سلام. يصفع عن من؟ عن أبنائه؟ عن إخوانه؟ عن جيرانه؟ لا، عن المشركين. سبحان الله، الله جل وعلا في هذه الآيات يأمر بالدفع بالتي يحسن مع العدو، ويأمر بالصفح عن الكفار، فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ونحن الآن في هذا المجلس نطالب يا أحبة الكرام بالصف عن أبنائنا، عن زوجاتنا، عن أزواجنا. بالنسبة للأخوات، لو والله تعاملنا بهذه القاعدة والله لتغيرت أحوالنا. لماذا؟ أقسم ولا أتردد في قسمي، لأن هذا قول الحق سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. كيف إذا كان ابنك؟ كيف إذا كان زوجتك؟ كيف إذا كان زوجك؟ ماذا تكون النتيجة؟ يقول أحد الإخوان تجربة مر بها في حياته: ما يخلو واحد منا من مشكلات مع الناس وقد في داخل بيته مع زوجته. يقول: وأخذت بقاعدة، قاعدة في حياتي، أنني أصفح عن كل من أساء إلي. يقول: وجدت هذا أيضا ما يكفي. يقول: بدأت إذا أساء إلي إنسان أجلس فترة طويلة وأنا أدعو له ولأولاده ولعائلته. يقول: والله إنني أحيانا أخص من الدعاء ما لا أخص والدي. يقول: سبحان الله، وجدت في حياتي، وهذا الرجل أسأل الله يبارك في أعمارنا وأعماركم، عمره فوق 50، يقول: وجدت عجبا، والله يقول يمر في حياتي أشخاص لا أتصور أن نلتقي مما قد تحدث من مشكلات، فإذا هم كما قال الله جل وعلا كأنه ولي حميم. يقول: إن بعضهم ما تمضي ساعات، ما هو من أبنائه، لا، من آخرين، يقول: ما تمضي ساعات إلا يأتون يعتذرون دون أن أتكلم وبدون أقول شيء. مباشرة إذا حدث الخطأ منهم أو ساءت الأمور أبدأ ألتجئ إلى الله جل وعلا وأصفع عنهم، ثم أبدأ أدعو لهم ولأولادهم ولعوائلهم. يقول: ما تمر ساعات أحيانا إلا يأتونهم يعتذرون وإذا الأمر ينقلب. وهذا قول الحق سبحانه وتعالى. ألا نطبق هذه القاعدة مع أبنائنا؟ ألا نطبقها مع زوجاتنا بالصبر والحلم وتنحل الأمور أيها الإخوان؟ ولكن هذه درجة عالية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مشكلتنا أن أسلوب القوامة وأسلوب السلطة الأبوية يدفعنا بدفع من الشيطان بأن ننتقم أو نرد ونتصور أن هذا هو الانتصار. لا والله، ليس هذا هو الانتصار. ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس. إذا من هو الشديد يا رسول الله؟ يقول: الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إذا أنتقل من هذه النقطة وأكرر عليها لأهميتها، وذكرت لكم قبل ليتين أو ثلاث قصتين كلها سمعتها بأذني من أخوين من طلاب العلم، واحد مع زوجته وواحد مع أولادي. يقول: إذا أخطأ أولادي يقول لا أرد عليهم، مباشرة أتهم نفسي وأخرج أستغفر وأذهب للمسجد أو لغرفة. يقول: سبحان الله، تنحل المشكلة خلال ساعات بدون أن أبذل أي جهد. والثاني كما قلت لكم قبل أيضا عدة ليالي يحدثني بنفسه منذ فترة قريبة، يقول: تغضبت أنا وزوجتي فخرجت إلى المسجد مغضبا، ما استطعت أجلس في البيت. يقول: لما جلست في المسجد لم يستقر بي المقام. يقول: فرجعت أرى شيء يدفعني دفعا إلى البيت، فلما دخلت البيت فإذا زوجتي تبتسم، قالت: أنا على ثقة أنك سترجع. قلت لها: لماذا؟ قالت: جاء بك الاستغفار. قلت: كيف؟ قالت: منذ خرجت وأنا أستغفر وأتوب إلى الله بما أخطأت معك فردك الله إلي. يا ليتنا نفعل هذا، يا ليتنا نفعل مع أبنائنا. إذا كان الله يطلبنا مع أعدائنا، مع من يخاصمنا، مع الكفار، ألا نطبق هذا مع أبنائنا؟ وأبشروا بالخير، وستجدون النتائج الباهرة العجيبة والاستقرار النفسي في حياتكم. ولكن دربوا أنفسكم، مرنوا أنفسكم على ضبط ألسنتكم، على ضبط أعضائكم من الزوج والزوجة والأب والابن، وستنقلب حياتكم بإذن الله إلى سعادة ولو حدث لها بعض المناقصات. قلت لكم سأقف مع موضوع المراقبة والتجسس. الناس في هذا الموضوع بين إفراط وتفريط. بعض الناس خوفا من أن يقع في التجسس على أولاده أهمل مراقبتهم، فتركهم يذهبون ويسرحون ويمرحون ولا يعلم أين هم، وهذا خطأ عظيم يؤدي إلى فساد الأولاد. والنوع الثاني مع كل أسف من حرصهم على مراقبة أولادهم وملاحظتهم وقعوا في التجسس. كيف التجسس؟ تجده يتجسس على أولاده، تجده قد أحيانا يكلف بعض الأولاد: إذا أخبرتني ماذا فعل أخوانك أعطيك جائزة. فتنشأ العداوة بين الأولاد وينشأ الحقد، والله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس حتى مع الأولاد. ولا تجسسوا. طيب ما الحل؟
في فرق يا أخوان بين المراقبة والتجسس. المراقبة أن تراقب أولادك عن بعد، أن تعرف ماذا يفعلون، لكن لا تتجسس عليهم. بل سمعت أمس أو قبل أمس أحد الآباء يقول إثناء هذه الكلمات، يقول إذا دخلت بيتي فتحت الباب ولاحظت أن الأولاد يتصرفون تصرف غير مناسب، يقول أغلقت الباب بسرعة حتى لا يعلمون أني جئت، ثم أقدم مقدمات قبل أن أفتح الباب ليعلموا أنني قدمت فيكفوا عما هم فيه. يقول حقق نتائج عجيبة جدا في بيته، بينما بعض الآباء ربما يتغافل أولاده ليريهم أنه رآهم. هذا ليس أسلوب تربوي، هذا أسلوب خاطئ وله نتائج سيئة، وخاصة ما قلت أسلوب تجسس. لا، دع أبنائك يعرفون أنك تحيط بواقعهم وأنك تعرف أمورهم، وستأتيك الأخبار، سيأتيك بالأنباء من لم تزودي، اطمئن، ستأتيك من الزوجة من الجيران، أنت سترى، يكفي إذا عالجت ما ترى، دعك مما لا ترى، إذا صلح أولادك ما بقي إلا ما لا ترى فكثر خيرك. هذا يا إخوان أسلوب عجيب، أسلوب راقي، لكن أحيانا من الحكمة ألا يدري ابنك أنك مكتشف المعصية وعالجها من بعد. إذا استطعت أن تعالجها من بعد فهو أولى، إذا ما استطعت فدخل مباشرة، ما أقول اترك، لا، لكن فيه طرق وأساليب. إذن هذا موضوع المراقبة وموضوع التجسس، فالتجسس خطير ويفسد الولد أيها الأخوة، بينما المراقبة أن يعرف الإبن أنك تعرف أين ذهب وأين جاء وتعرف شؤونه وشجونه وتطل عليه. أذكر قصة جميلة جدا حدثني بها أحد كبار المشايخ، يقول كنت عند الشيخ محمد قطب حفظه الله وإياكم، يقول لهذا الشيخ حفظه الله، وكان الشيخ محمد قطب يشرف على رسالته في موضوع في العقيدة، يقول أنا جالس عند الشيخ نتناقش في مسائل في العقيدة في الرسالة، يقول عنده ابنه أحد أبنائه حفظهم الله صغير جدا ومعه لعبة يفكك فيها، يقول ونحن في حماس النقاش في الموضوع فجأة قام الشيخ محمد قط وقطع النقاش وذهب إلى ابنه وجلس عنده وقال يا ابني لا، ما تركب اللعبة هكذا، اللعبة تركب كذا وكذا وكذا. يقول أنا غضبت غضب شديد، يعني حين الآن في مسائل، مسائل العقيدة ومسائل الأمة، يروح يصلح لعبة ابنه؟ لكن يقول أدبي مع الشيخ جعلني أسكت. يقول انتهينا من النقاش، قلت يا شيخ أنا لفت نظري أمر، نحن في نقاش الآن ومسائل في العقيدة، أنت تقطع هذا مباشرة للابن تقول تخبره كيف تركب لعبته؟ قال نعم أفعل ذلك لأمرين، أولا من أكبر الخطأ أن يشعر الابن أن أباه لا يهتم بشؤونه، قال هذه اللعبة التي يصلحها الولد أهم من القنبلة النووية عند الذين يصنعونها، هذا أكبر هم عنده، هذا همه أكبر شيء عنده. وثانيا أريد يشعر أنني وأنا مشاغل معك منتبه له، هذه المراقبة منتبه له ومهتم فيه. فعلا أنا رأيت أبنائها أصلحهم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني تربية وخلقا، أسأل الله يصلحهم ويصلح أولادنا وأولادك. إذن هكذا تكون، فالمراقبة شيء والتجسس شيء، فانتبهوا للفرق بين أمرين واعتدلوا في هذه المسألة، حفظكم الله ورعاكم وأصلح أبناءنا وأبناءكم. في قضية مهمة شائكة الحقيقة، ما أدري، أسأل الله أن يوفق للتعبير عنها، هي موضوع بعض الآباء هداهم الله في أسلوبهم مع أبنائهم، وبعض الأمهات يريد يصنع المهابة في أولاده أو الخوف، فتجد كأنه قوي وبطل وشديد على أبنائه، هذا أسلوب الحقيقة فيه خلل. كيف؟ هناك ثلاث عناصر انتبهوا لها، الحب والخوف والمهابة. الحب وحده لا يربي، والخوف وحده لا يربي، إذا ما الذي يربي؟ المهابة. المهابة هي مزيج من الحب والخوف، ليست حبا صرفا ولا خوفا صرفا. الخوف وحده يجعل الأبناء يخافون أمامك لكن يتصرفون من خلف ظهرك، الحب وحده يجعل الأبناء لا يهابون والدهم، يحبونه لكن ما يهابونه، لا قيمة لا عندهم من هذه الناحية، لا يطيعون أمره وإن كانوا يحبونه في القلب. طيب كيف نفعل؟ الاعتدال في الأسلوب في التعامل والتبسط مع الأولاد وإلقاء الكلمة في موقعها. أنا أعرف أحد الآباء توفي رحمه الله، أبناؤه يهابونه هابة عجيبة جدا عجيبة، ومع ذلك كان من أقل الناس كلام مع أولاده فضلا عن أقل أنه يضربهم، كلماته معدودة لكن له هيبة، إذا دخل له هيبة، مع أنه كثير الصمت قليل الكلام، إذا نبه بالإشارة، وكل أولاده ما هو ولد واحد يهابونه مهابة عجيبة جدا لكن يحبونه، فهم يحبونه محبة عجيبة جدا ويهابونه، فهي مزيج، هذا توفيق من الله. مع أن هذا الرجل ما أقول لكم من العلماء ولا من كبار المشايخ، تعلمه بسيط، قرأ قراءة بسيطة، لكن توفيق من الله جل وعلا وحكمة وعدم استعجال، ولا يعرف عنه مد اليد، وإن كان الضرب قد يأتي إشارة إليه أنه نحتاج إليه في يوم من الأيام، لكن لا يكون بهذه الصورة. إذا استخدم الشيء في موقعه أصاب كالكي. في أيضا تلتحق بهذه قضية بسيطة مرتبطة بها، لكن الفرق بين السخرية أيها الأخوان، وهذه مسألة
الجفاء والسخرية. في فرق بين الجفاء والسخرية. بعض الآباء جاف مع أولاده، قاسي مع أولاده، شديد مع أولاده، لا يكلمهم، لا يمازحهم، لا يداعبهم. وبعض الآباء رأيته يسخر في أولاده، وصل فيه من المزح والضحك مع أولاده إلى أن يمسخرون فيه. لا هذا صحيح ولا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهابته عجيبة جدا حتى عند أبنائه، لكن كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. إذا لقى الطفل يا أبا عمير ما فعل النغير طائر صغير، وكان يمزح مع أصحابه، وكان إذا ضحك أصحابه تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل ابنته وهو يصلي، وكان وهو ساجد قعدت فوق صلى الله عليه وسلم على ظهر الكريم وأطال السجود حتى نزلت أو حتى نزل، قال أن ابني ترحلني فما أردت أن أعجله، خلوا حتى يخلص وهو ساجد. ما رأيك من الشيخ الآن جاء أحد أولاد الله أصلحه وقام فيهم، كيف تقوم المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فلما أقبل الحسن نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم واستقبله واحتضنه وطلع معه في المنبر. حياة بسيطة جدا. ابنته كان يحملها في الصلاة، فإذا ركع نزلها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. كان الحسن يترحل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في هدوء، ومع ذلك مهابته ملأت الدنيا. فهي تجمع بين هذا الأمر. يقول أحد المشايخ كنت شديد مع أولادي، ما هو شديد في الضرب لا ولا في الكلام، لكن يقول قليل أتكلم معهم أو أمازحهم أو أقص عليهم. يقول يوم من الأيام زارني زميل لي في الدراسة في منطقة أخرى، وهذا الأخ في الرياض. يقول لما زارني يقول كان أولادي أعمارهم 7 سنوات 8 سنوات هذه الحدود. يقول فأخذهم زميلي، وهو زميل تخرج يوم من الكلية سوا، يقول فبدأ يمزح معهم ويقص عليهم قصص جميلة جدا مربية. انتهى وذهب وسافر. يقول سمعت أو مادة زوجته سمعت الأولاد يحكي بعضهم على بعض، يقول بلغتنا العادية، يقول يا سعد أولاد هذا، يا سعد أولاد هذا، يا حظ أولاد هذا، لأنه آنسهم وذكر لهم قصتين أو ثلاث تربوية. يقول من تلك اللحظة غيرت منهجي مع أولادي، فبدأت أقص عليهم وأداعبهم. ومع ذلك أنا أعرف هذا الرجل وأعرف أبنائه، والله يهابونه مهابة ليس خوف، والله ما هو خوف لا، بل يجمع بين الحب والمهابة عجيبة جدا. مع أنه يمازحهم ويقص عليهم لكنه متحفظ، ما ينزل إلى حد السخرية. فنحن بين إفراط وتفريط، منا من ينزل الضحك بين الأب وأولادي لحد السخرية، هذا ما ينبغي، ومنا من هو شديد وقاسي، إذا دخل سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. لا يا أخي الكريم، ما ينبغي هكذا. فتبسط مع أولادك، بهذا تجمع الفرق بين الاحترام والتقدير والأنس، يأنسون بك، يحبونك، يحبون مصاحبتك، يحبون دخولك، ويفقدونك إذا خرجت، ولكنهم يهبونك ويحترمونك ويقدرونك. بهذا يستقيم البيت بإذن الله. أيضا من تلك الوقفات العدل بين الأولاد. وتعرفون حديث النعمان بن بشير في قصة أبيه رضي الله تعالى عنهم، أراد أن يهدي لابنه النعمان هدية أو عطية، فقالت له أم النعمان ما أسمح إلا أن تذهب تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، تبغى من باب من أجل منزلة ولدها ومكانة ولدها أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية. فجاء بالعطية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل النعمان، كان النعمان صغير رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله جئت بابني لأشهدك على عطيته. قاله النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذن فأشهد على هذا غيري. وفي رواية فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن لا أشهد هذا، ما دمت تريد أن يكون كلك في البر سواء لابد أن تكون في العدل سواء. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه العطية. يا أحبة الكرام، في جانب، في محبة قلبية لا يؤخذ فيها الإنسان، كما أحب يعقوب يوسف عليه السلام وأحب بنيامين، هذه محبة قلبية، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفيه العدل والعطاء أو إظهار هذه المحبة بين الأولاد، حتى لو كنت تحب واحد من الأولاد أكثر من غيره، وقد لا يخلو واحد منا من ذلك، لا تظهر أمام الآخرين أنك تحبه أكثر. فالعدل بين الأولاد ليس فقط في العطية، في الأنس، في الجلوس. يقول أحد الأخوان قصة مؤثرة ولما سمعتها تأثرت. يقول ابتلي فكان ابناؤه يزورونه في مقره الذي هو فيه، فكان إذا جاء الصغير وكان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يأخذه لأنه أصغر واحد ويضعه على رجله ويتلطف معه. كان أكبر منه واحد ب3 سنوات يعني عمره 9 سنوات، ما كان ينظر إليه على أساس أنه يسلم عليه، لكن على أساس أنه أكبر. فيقول يوم من الأيام جاءتني ورقة من عمهم وكان حاضر جاء يزور معهم، وقال أرجو أن تأخذ فلان وتلاطفه كما لاطفت الصغير. يقول فعلا انتبهت فناديت الثاني وأجلست جنبي وبدأت ألاطفه وأمازحه. لما انتهت الزيارة جلس معه أخوه وقال إن ابنك هذا يخرج من الزيارة يبكي، يقول أبي لا يحبني، يأخذ أخي الصغير وما يأخذني. فكان يجلس في حسرة، بدل ما كلنا نفرح بزيارتك
هذا الذي أكبر يشعر أنك ميزت هذا عليه، مو هو مدرك أنك ميزت لأنه أصغر، فيقول جزاك الله خير. فبدأ إذا دخلوا جلس واحد عن يمينه وواحد عن شماله ويتلطف معهم ويهدي لهم ويعطي هذا كلمة وهذا كلمة. الآن لاحظوا كمثال بسيط، كل وبالذات الأمهات تعرفن إذا كان الأولاد إذا جاء مولود جديد والثاني عمره سنتين أو ثلاث كيف ينتقم من الصغير، لأنه يشعر أنه قد أخذ من حقه شيء بدل ما كان هو محل العناية وهو محل الدلال. جاء واحد ضيف جديد يعرف أنه أخذ من حقه، فتجد الأم الذكية والأب الذكي يحاولون يلاطفون ذاك ويحاولون يشعرونه أنهم مهتمين. هذا كله متفق عليه عندنا، لكن الشيء الذي نحن ما ننتبه له حتى الكبار يغارون، بل حتى لو أن بعضهم متزوج يغار من الذي دونه. لماذا ما يغار؟ لأنه ينافس على محبة الأب ولا على محبة الأم. نحن نغفل في هذه المسألة ونخطئ في هذه المسألة. فاللطف والعدل في المشاعر، في القسمة، في الكلمة، في التشجيع. وإذا كان هناك أمر خاص احرص ألا يكون بين الأولاد إلا في موضوع الثواب والعقاب، سيأتي له كلام بإذن الله، هذا موضوع آخر. إذن العدل أيها الأخوة من أبرز وسائل حل المشكلات. وأنبه مرة أخرى، أكثر ما وجدت ما يقع هذا الأمر إذا كان للرجل أكثر من زوجة، تجد يفضل بعض الأولاد، خاصة كثير من الناس يفضل أبناء الزوجة الثانية، وهذا خطأ الحقيقة، ونشأت مشكلات وتدخلت في مشكلات كثيرة بين أشخاص كثير بسبب هذه القضية. وهذا خطأ من الأم الحقيقة، لأنها هي التي أحياناً تدفع الزوج لأن يحب أبنائها أكثر بحجة أنها صغيرة وشابة. وقد يخطئ الأب في هذا وهي لا تشعر أن أبنائها هم الذين يدفعون الثمن عاجلاً أو آجلاً. وأعجبتني كلمة لأحد الأشخاص كنت عنده منذ أيام، له زوجتين، فجلس يعرف بأبنائه، فقلت هؤلاء أشقاء وهؤلاء أشقاء؟ قال كلهم أشقاء. والله الكلمة هذه أعجبتني كثيرا، هم ليسوا أشقاء قطعا، هؤلاء ثلاثة أولاد زوجة وثلاثة أولاد زوجة. فهو لما عرف بهؤلاء قال فلان وفلان وفلان، ثم التفت وقال فلان وفلان، قلت هؤلاء أشقاء وهؤلاء أشقاء؟ قال لا كلهم أشقاء وهم أبناء زوجتين. هكذا تكون. فلذلك أنا أنصح الزوجة بالدرجة الأولى، الزوجة الثانية أو الأولى قد إذا كانت المحبة لها، مع أنه لا يجوز تفضيل واحدة على الأخرى إلا بالعمل القلبي، ولا العدل بين الزوجات أعظم في هذه القضية، لكن أقول عليها أن تترفق ولمصلحتها، والله هي ولمصلحة أبنائها في العاجل، أن تحرص من زوجها وتحمل زوجها على أن يعدل مع أولاده من الزوجة الأخرى إذا كانت تريد السعادة لها في الدنيا والآخرة ولأولادها في الدنيا والآخرة، وتريد أن يبرها أبناء الزوجة الأخرى أكثر مما يبرها أبنائها. أعرف بعض النساء يبرها أولاد الزوجة الأخرى أكثر مما يبرها أبنائها، مع بر أبنائها ليس تقصيرا والله من أبنائها، لكن يبرونها أكثر من برهم بأمها. لماذا يا أخوان؟ لأن فيه تجاوب وفيه تعاطف، والمرأة لها دور كبير في هذا الأمر، فانتبهوا لهذه القضية. أختم بنقطة ونقطتين. النقطة الأولى، عامل أولادك بأخلاقك لا بأخلاقهم، بل أقول لكم هذه قاعدة، عاملوا الناس جميعا بأخلاقكم لا بأخلاقهم. الذي يعامل الناس بأخلاقهم يصبح كشكول إنجاز العبارة، أو خليط من الأخلاق، مرة أخلاقه جيدة ومرة أخلاقه سيئة ومرة أخلاقه طيبة ومرة أخلاقه خبيثة بناء على أخلاق الناس. لا، عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم، فكيف بأبنائك؟ أعجبني أحد الأخوان يقول من أسباب التي أكرمني الله بها وتحسنت أخلاقه، يقول جعلت قدوة لرسول الله، ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول من المعاصرين، يقول جعلت لي الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول أنني عاصرته وجلست معه وطلبت العلم معه، جعلت قدوة لي من المعاصرين. يقول سبحان الله إذا جاء أحد أي شخص أخطأ علي، يقول مباشرة أقول لو أن واحد أخطأ على الشيخ ابن باز وش يسوي؟ يقول كالمعادلة الرياضيات، كأني أسمع الشيخ رحمه الله، الله يسامحك الله يسامحك. أبدا لا يمكن ينتقم، ما عرف عن حتى ما ترحمه أن ينتقم من أحد حسب ما أعلم، وقد صاحبت الشيخ سنوات. يقول سبحان الله من يوم أشعر أصل لهذه النتيجة أن الشيخ عبد العزيز لو أخطأ علي بنفس الخطأ الذي أخطأ علي فعل ذلك، يقول مباشرة أصفح، يقول يصبح عندي شجاعة وقوة على نفسي فأصفح عنه. أنا أريد يكون هذا مع أبنائنا. كيف تعامل أبنائك بأخلاقك لا بأخلاقهم؟ تأملوا مع هذه القضية لأني أريد أوضحها لأهميتها. اليوم سمعت أحد الأخوان أو الأمس نسيت يقول لي منهج مع أولادي، يقول مهما أخطأوا لا يمكن أن أخطأ عليهم، ممكن يقول أن أؤدبه، ممكن أن أنصحه، ممكن، لكن يقول لا يمكن أن أخطأ عليه. لماذا؟
يقول أنا وضعت صفحتين، صفحة تخص أبنائي وصفحة تخص. يقول أنا حريص الآن وما شاء الله رزق الله عدد من الأولاد أصلحهم الله أن تبقى صفحتي مع أولادي سليمة، ما فيها ولا نقطة، صفحة بيضاء. مهما فعل الابن، مهما أخطأ، مهما ساء إلي، يقول أحيانا يقول بعض الأباء ابنه قد يسيء من جهله أو مراهقته أو صغره أو لسبب أو غضبه وقلة تجربته وقلة علمه، يقول ما يمكن أتنزل أنا لمستواه. يقول كبر بعض أولاده، تزوج بعض أولاده وبعض أولاده لا يزالون صغار. يقول نجحت نجاح باهر، لأن كل واحد كل ما كبر واحد يشوف أن صفحة والده تجاهه بيضاء ويبدأ يندم هو من تصرفاته إن كان وقع من شيء مع أبيه. يقول هذا وجدت أسلوب عجيب. يقول صحيح في فترة المراهقة قد لا يحس الشاب، قد لا ينتبه، لكن يقول بعد فترة يبدأ يشوف ثقلة الميزانية. صفحة مع أبيه فشل، وصفحة والده معه ما شاء الله يتذكر. ترى لا تصور كما قلت لكم أمس، حتى الصغير يذكر إذا كان أخطأ على أبيه أو أخطأ عليه أبوه، لا تصور أنهم ينسون. لكن أيام الجهل وأيام المراهقة قد لا يحسون، لكن بعد ذلك يبدأ يراجع نفسه. كيف أنا فعلت مع أبي كذا والدي ما رد علي؟ كيف فعلت مع أبي كذا وما رد علي؟ يقول مسكت هذا المنهج مع جميع أولادي، صفحتي بيضاء معهم إلا ما عاد لابد منها، حتى ما ندعي أنه يقول، لكن يقول حدود ما أستطيع، حدود ما أستطيع البشر. يقول منهج رئيسي، استراتيجية، هدف عظيم. يقول بل والله لو وقع خطأ أنا أذهب أعتذر من ابني. يقول أحيانا قد أخطأ أذهب وأعتذر من ابني، مع أن أبنائي يقول قد يخطئون ولا يعتذرون. يقول بعض أولادي قد يخطئ ولا يعتذر، يقول معليش لا يعتذر الآن، أنا ما أبغى اعتذاره الآن، يعتذر إذا كبر، سأدفع الثمن إن شاء الله عاجل وآجل بإذن الله. وهذا فعلا يقول بدأت الآن أقبض الثمن عاجلا من أولادي الذين كبروا، يخجلون من بعض ما كان يحدث منهم تجاه والدهم مع صفاء صفحة والدهم تجاههم، حلم وعلم وإكرام. بل يقول والله إنهم يسيئون إلي فأحسن إليهم. قد يخطئ أحدهم ويقول ما في ساعات إلا وقد أهدى له هدية، حتى يقول في رمضان هذا أخطأ أثنين منهم خطأ كبير، يقول والله ما مر ساعات إلا وأهدى لكل واحد منهم هدية كبيرة. فأصبح أولاده جلسوا يوم يومين يحرصون ألا يرون والدهم من الخجل، طرق عليهم غرفهم وأهدى لهم هدايا بعد أن جلس معهم جلسة وتكلم معهم برفق وبلطف وبأسلوب الأب وبتأديب، ثم بعد ذلك وضع هدية في ظروف وأرسلها لكل واحد منهم مع أخوانهم. فأصبح أولاده في حالة من الخجل وهم شباب لا يزالون صغار، أصلح الله أولادنا وأولادكم. أتمنى يا أخوان أن نطبق هذا مع أولادنا، أن تكون صفحتكم بيضاء مع أبنائكم ولو أخطأوا ولو أساءوا. إذا كنا كما قلت في أول حديث نطالب بالصفحة البيضاء مع الآخرين فكيف مع أبنائنا؟ إذن عامل أبنائك، هذه القاعدة، عامل أبنائك وغير أبنائك، تعامل مع أبنائك في أخلاقك لا بأخلاقهم، لأن أخلاقهم فيها جهل، فيها طيش، فيها استعجال، صغار ما فهموا، لكن أنت لا عذر لك، وهذا بإذن الله هو الذي سيأتي بهم إليك. بل تعامل هذا لا أقول يا أخوان مع زوجتك فقط ولا مع جارك، لا، مع من؟ مع نفسك. نفسك تخطئ عليك أحيانا، نفسك تسيء إليك أحيانا، نفسك تورطك في ورطات، تسامح معها، ألطف بها، ارفق بها، أحسن إليها، ادعو لها، والله ستجد عجبا. ثم يا أخوان ما أجرأنا على أبنائنا، ما أجرأنا على زوجاتنا، ما أجرأنا على إخواننا، فإنما ما نجد الجرعة على أنفسنا. نفسك التي بين ضلوعك أحيانا ما تقدر عليها، والله ما تقدر عليها أحيانا إلا بصعوبة أو مجاهدة، أحيانا ما تقدر. طيب إذا كانت نفسك التي بين جنبيك تعجز عنها أحيانا، فإذا ارفق بالآخرين، ارفق بأبنائك، ارفق بزوجتك، ارفق بإخوانك. آمل. إذا أختم فأقول نتعامل مع كل أبنائنا، مع جيراننا، مع أعدائنا، مع خصومنا بأخلاقنا لا بأخلاقهم. وأخيرا إياك أن تشمت بأحد فتبتلى. الشماتة يا أخوان واقع فيها كثير منا، إيه فلان عياله فاسدين ما يقدر على أولاده، ونبدأ بالتعليقات على أولاد الآخرين ونبدأ بالانتقاص، يعجز عن هؤلاء الأطفال، يعجز عن هؤلاء السفهاء. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تشمتوا بأحد. وفيه أثر طبعا ضعيف، بل قيل الموضوع لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، معناه صحيح، معناه صحيح لكن ليس حديث، هو ذكره في البلوغ والصحيح أنه ضعيف جدا. بالموضوع لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يحدثني أحد الرجال عمره فوق 60 يقول عندنا جار وله ولد مؤذي في الحارة، أصلح الله أولادنا وأولادكم وأولادهم. يقول فقلت لأبيه يا أخي ابنك مؤذي. يقول قال والله أني حاولت معه ونصحته. يقول قلت تعجز عن بزر لكن أنت ما فيك خير. قال يا أخي اتق الله، والله أنني بذلت معه ما أستطيع، حتى أنني أخذت حديدة وضربته مع يده فكسرتها من هنا. أكثر من كذا؟ يقول قلت جزاك الله خير الله يطلع عليك. يقول والله يا أخوان، يحدثني بنفسه الرجل،
يقول ما مرت فترة يسيرة إلا يطلع واحد من أولادي ويؤذي في الحارة ويؤذينا في البيت، وأخذت حديده وضربته مع نفس الموقع وكسرت يده. هذه نتيجة الشماتة، لا تشمت بأحد. ولذلك أول ما تبدأ مع زوجتك إذا وقع خطأ من أبنائك تحاسب زوجتك، قل إحنا متحدثين في أحد. منذ أيام سمعت أحد الأخوة يقول وقع مشكلة في بيته، يقول فجاءته زوجته وقالت أنت متحدثين في أحد، أنت شامتين في أحد. يقول فبدأت أراجع تاريخ، فعلا لعلي مخطئ في أحد، لعلي تكلمت على أولاد أحد. هذا أسلوب جميل جدا من الأب ومن الأم، من الزوج من الزوجة، لا تشمت بأحد، إياكم أن تشمت بأحد. إذا رأيتم أحد مبتلى فادعوا لهم. أخذوا مثال الأولاد أصلحهم الله الذين في الحارة، وقلت لكم أكثر مرة أزعجونا في الصلاة، وإن كانوا منذ الأمس واليوم الحمد لله هدأ الوضع، وأشكر من كان له سبب في ذلك من الآباء والأمهات والجيران جميعا وبعض الأخوة في المسجد. لكن إياك يقع في نفسك تقول هؤلاء آباءهم مفرطين، آباءهم مضيعين، ليش ما يأخذون؟ لا يا أخي، لا، قد يكون أبوه ما فرط، قد يكون أبوه حاول. أنا ما أبرر للآباء، أنا لا أتمس الأعذار للآباء، يعني بمعنى لأبرر الخطأ، لكن والله يا أخي الكريم قد يكون والده حاول وحاول وحاول عجز. أهم شيء أنك لا تشمت. طيب وش الواجب؟ الواجب آتي لأبي وأقول يا أخي الكريم ابنك أزعج المصلي، تريد نساعدك في شيء؟ تريد ننصح ابنك؟ تريد نأخذ لأحد طلاب العلم ننصحه؟ اجلس أنت وإياه، تشاور أنت وإياه في حل المشكلة. الخطأ أن تجلس في المجلس بعد الصلاة أو في المسجد وتقول فلان مضيع عياله، فلان مفرط، حتى لهم مفرط، حتى لهم ضيع، ما يكون بهذا الأسلوب. والله قد تبتلوا في أبنائكم وترون عجبا. نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ما استطاع على ابنه، ما استطاع، وهو نوح وأول رسول ومن أولي العزم من الرسل ما استطاع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعمه، يحاول معه في آخر لحظة، يقول له يطلب منها، يقول لا إله إلا الله، وما استطاع محمد صلى الله عليه وسلم. وينزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وينزل لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لسنا أفضل من محمد ولا من نوح. لا يا أخوان، الشماتة بالآخرين وبأولادهم ما ينبغي، التمس الناس الأعذار. يا ثم أخيرا أعجبتني كلمة لأحد المشايخ، يقول للواحد لو مات عنده عنز جاءوا الناس يعزونه، يقول الله يجبر مصيبتك بوفاة العنز ولا بالحادث اللي وقع للسيارة، وهي دنيا. هذا الذي ابنه الآن بده يكون أزعج الناس، هذا والله أنه في مصيبة يا أخوان، والله أنه في مصيبة عظيمة، يحتاج من يعزيه، ما يحتاج من يشمت فيه، يحتاج من يسليه، من يحتاج من يقف معه، يحتاج من يقول له يا أخي الكريم ترى أنا ندرك، لكن انظر لعلك قصرت مع أبنائك، انظر يا أخي لا تكون أخطأ. لاحظوا المناصحة والمذاكرة غير الشماتة، الشماتة عمل في القلب ونطق باللسان، أما التعاون هذا شيء آخر. أقف عند هذا الحد، أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين، وأن يبارك في أولادنا وأولادكم، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاح أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن نراهم مجاهدين في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أبشروا وأملوا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13923.